بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد. واستاد الأهلي في الجزء الثاني من حلقتنا هنستضيف كابتن عمرو أبو المجد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونستعرض معاه آخر جاهزية القطاع وأيضا اللي احنا شفناه الحاجة الجميلة اللعيبة الجمال اللي شفناهم في لقاء الأمس ما بين نادي الأهلي ونادي البلاستيك. في أكثر من 9 لاعبين شاركوا في هذا اللقاء وكانوا موجودين مع الفريق الأول للنادي الأهلي، ونستعرض معاه كل ما يجري داخل قطاع الناشئين في النادي الأهلي وكيفية التطوير والهيكلة داخل هذا القطاع العريق اللي دايما بيدلنا نجوم الكرة المصرية مش بس نجوم للنادي الأهلي. ولكن في البداية أتكلم مع حضراتكم عن أمر طبعا مهم جدا، هو حدث الساعة وفوز محمد صلاح نجمنا ونجم نادي ليفربول الإنجليزي والعديد من الأندية، سواء فيرونتينا سواء نادي روما سواء نادي بازل سواء نادي تشيلسي، عدى على مرحلة كبيرة جدا في مسيرته الاحترافية قبل ما يفوز بهذا اللقب. هو الثاني مصري يفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا بعد كابتن محمود الخطيب الأسطورة الكبيرة. محمد صلاح الصراحة امبارح أبهرنا في حاجات كتير، أولا طريقة إلقائه لكلمته باللغة الإنجليزية، ده بيبين لك أني عشان تبقى نجم لازم تطور من نفسك في كل شيء، مش بس في طريقة لعبك ولكن في شخصيتك وفي ثقافتك، لأن ده هيساعدك في كيفية التأقلم وكيفية أن أنت تتخطي العديد من الصعاب. أيضا صلاح بدأ رحلته وهو عنده طموح، واتكلم في الكلمة بتاعته قال لك أنا بقول لكل الأطفال، طبعا وأهدى الجائزة للأطفال في مصر وشعب مصر وأيضا في كل أفريقيا وفي العالم العربي، وفي نفس الوقت قال لك ما تبطلش تحلم وما تبطلش أن أنت تصدق نفسك أن أنت ممكن تحقق المستحيل. فمحمد صلاح كلمنا كتير أن هو قبل ما يكون عنده موهبة وعنده شخصية بطل تحدى كل الصعاب وتحدى المستحيل عشان يصل انه يبقى افضل لاعب في افريقيا باكتساح، فارق كبير جدا اكتر من 100 نقطه ما بينه وبين زميله في ليفربول ساديو ماني نجم السنغال. بقالنا كتير جدا من 83 حتى الان ما فيش حد فاز بجائزه افضل لاعب في افريقيا، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا دخلنا في بعض الاوقات كان عندنا امل في احمد حسام ميدو، كان عندنا امل في ابو تريكه في 2008، يمكن الجائزه راحت لإيمانويل اديباير نجم منتخب توجو بشكل غريب عشان بس كان بيلعب في الدوري الانجليزي. فاحنا خلاص طلعنا ناس بتلعب في الدوري الانجليزي، عندنا محمد صلاح خد فتره جميله في بازل، ظهر لعب في تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا، لعب في الدوري الاوروبي، ابتدت نجوم العالم تشوفه وابتدى المدربين يشوفوا. ف كان في احد اللقاءات امام تشيلسي كان بيلعب على اشلي كول، كان ماتش صعب جدا بالنسبه لاشلي كول من محمد صلاح، ابتدى مورينيو تفاوض معاه على الرغم من ان كان في انديه في انجلترا على راسهم توتنهام ونادي ليفربول الانجليزي اللي راح له محمد صلاح وتالق معاه بشكل كبير جدا. هنا ربنا بيجعل اسباب ان بدايه انتقاله الى انجلترا ونادي كبير جدا زي تشيلسي في لندن مع مدرب زي مورينيو، واتحدى انه ما بيشاركش بصفه اساسيه، كان في لعيبه اخرى بتشارك، ولكن هو ودي بروين ولوكاكو تم الاستغناء عنه، والتلات لعيبه تلات تقالات، دي بروين واحد من افضل لعيبه العالم موجود في مانشستر سيتي نجم منتخب بلجيكا مكسر الدنيا، لاعب يعني ما يختلفش عليه اثنين، مورينيو ما كانش بيلعبه استغنى عنه. نفس الشيء لوكاكو هداف منتخب بلجيكا وهداف مانشستر يونايتد، مورينيو ما كانش بيلعب واستغنى عنه. فاحنا للاسف كنا بنقول ان صلاح الدوري الانجليزي صعب عليه و و الى ذلك. الراجل اتحدى هنا، وهنا النقطه المهمه انه اتحدى كل الصعاب وراح لدوله اقل شويه في مستوى الكوره وهو الدوري الايطالي، على الرغم ان الدوري الايطالي دوري قوي ولكن ما بقاش زي قمه الدوري الانجليزي او قيمه الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. لأسباب عديدة وكبيرة جدا وأبرزها هو الفوارق المادية. لما راح نادي زي فيرونتينا ابتدى يتحدى ان هو يرجع محمد صلاح مرة تانية للدوري الإنجليزي ويرجعه نجم، يرجعه ستاندينج يلعب أساسي. فراح فيرونتينا وكلنا نتذكر لقاء فيرونتينا أمام اليوفي في الكأس لما خد فرقة اليوفي كلها وجاب بهدف عالمي. وابتدى طبعا يبقى معشوق الجماهير في فيرونتينا، ثم ذهب إلى نادي روما أكبر درجة، نادي عاصمة، نادي فيه نجوم كبار، فيهم توتي، فيهم جيرفينيو، فيهم جيكو. وكنا بنبتدي نقول هل صلاح لما يروح على هؤلاء اللاعبين هيبقى عنده مكان أساسي؟
على الرغم ان هو وهو في فرونتينا كان بيلعب على كوادرادو اللي راح بعد كده اليوفي وكان ايضا له تجربه في تشيلسي. فاحنا ما عندناش ان احنا بنصدق امكانياتنا، دايما عندنا عقده الخواجه، على الرغم ان انت عندك حد بيكسر لك الدنيا. العالم كله بيتحدث عن محمد صلاح، ولكن الراجل ده تحدى نفسه وتحدى المستحيل، لان بدايته كانت صعبه جدا، انه بيجي من الاقاليم لنادي المقاولين العرب. وكنا تشرفنا وجبنا لحضراتكم حلقه مع باشمهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم وعلى مجلس اداره في نادي المقاولين، وايضا كابتن حمدي نوح، ودخل معانا النجوم الكبار بقى كابتن سعيد الشيشيني ونجوم المقاولين، تحدثوا عن محمد صلاح، ايضا كابتن محمد عبد السميع اللي كان المدير الفني للمقاولين في وقت انتقال محمد صلاح الى باسل. لما محمد صلاح راح الى روما تحدى نفسه، عاد مره اخرى للاجواء، فريق اس روما بيلعب في دوري ابطال اوروبا، ابتدينا نشوف محمد صلاح قدام برشلونه قدام ريال مدريد بيعمل ايه، قدام اليوفي بيعمل ايه، قدام الميلان، قدام الفرق الكبيره عالميا. فقدر يرجع نفسه كنجم لفريق ليفربول، لان في هذه الفتره كان في انديه كبيره جدا ابرزها الاتلتيكو مدريد كان بيفاوض محمد صلاح. دخل محمد صلاح مع مدير فني على اعلى مستوى يورجن كلوب الالماني. محمد صلاح في كل مرحله من اللي انا ذكرتها لحضراتكم طور من نفسه تماما. دايما احنا كنا بنقول محمد صلاح الفينش، ظبط الفينش. محمد صلاح ما بيشوطش بيمينه، بقى يشوط بيمينه، ما بيلعبش بيمينه، بقى بيلعب بيمينه، ما بيجيبش جوان بالدماغ، بيجيب جوان بدماغه، ما بيجيبش جوان كتير، هداف الدوري الانجليزي، كل هذه الامور تم تطويرها بشكل كبير جدا بالنسبه لمحمد صلاح. بعدين بص ارقامه مع منتخب مصر. بص يعني ارقامه مع منتخب مصر، كانوا بينتقدوا كوبر واحنا بنهني صراحه الاتحاد المصري لكره القدم فوز منتخب مصر، وبنهني مصر كلها ان منتخب مصر خد افضل فريق على مستوى القاره، بنهني هيكتور كوبر انه خد افضل مدير فني على مستوى القاره وهو يستحقها. هيكتور كوبر يستحقها بشكل كبير جدا، انه انجاز التاهل لكاس العالم، انجاز الوصول الى نهائي كاس الامم الافريقيه الموسم الماضي، وايضا التاهل لبطوله افريقيا، واحنا كان بقى لنا كتير ما بتتاهلش حتى بطوله افريقيا. مصر بعد يعني ثوره يناير تراجعنا الى حد كبير في كره القدم، ولكن عدنا مره ثانيه اقوى. ادي امام حضراتكم ترشيحات المنتخبات، منتخب نيجيريا، منتخب الكاميرون، ومنتخب مصر، وبيفوز بيها منتخب مصر بسبب هيكتور كوبر وبسبب محمد صلاح وزملائه. عنده عبد الله السعيد، عنده تريزيجيه، عنده رمضان صبحي، عنده طارق حامد، عنده المحمدي، عنده احمد فتحي، عنده عبد الشافي، عنده حجازي، علي جبر، سعد سمير، كل رامي ربيعه، كل لعيبه منتخب مصر حتى اللي كانوا ما بيشاركوش بصفه اساسيه لهم ان منتخب مصر ويطلع كابتن انا ابو ريده يستلم جائزه افضل منتخب في القاره السمراء في 2017. هو عام سعيد على الكره المصريه. فهرجع تاني لمحمد صلاح اللي مستر كوبر كان بينتقدوه ان هو خطه منتخب مصر باصي صلاح، بقى ليفربول بيلعب باصي صلاح. فرض نفسه على اللي موجودين حواليه، ساديو ماني، فيرمينيو، كوتينيو، فرض نفسه على الكل، بقى هو نجم الشباك الاول بالنسبه لفريق ليفربول. نفس الشيء هو عمله في روما، القميص الاكثر مبيعا كان في نادي اس روما كان قميص محمد صلاح. نفس الشيء في ليفربول، لو بصيتوا كده على محلات الستورز بتاعت ليفربول في كل مكان هتلاقي محمد صلاح الاكثر مبيعا. كل هذه الامور بتلخص لك يعني ايه لاعب يكون عنده حلم، تحدى نفسه، تحدى الظروف، تحدى الصعاب. فكره في اغلب الامور في لعيبه كتير جدا بتطلع من مصر وكلها موهوبه على فكره، ما فيش لعيبه يطلع يحترف بره، لان الناس يعني في الغرب وخاصه في اوروبا ما بيطلعوش حد لما فعلا يكون فنان على اعلى مستوى، بيبقى عنده مشكله واحده جدا وكبيره جدا، هي مشكله الهوم سيك او الحنين الى العوده، لان انك تتاقلم على الاجواء في اوروبا مش اي حد يقدر يتاقلم عليها، انك فجاه الدنيا هنا في مصر لا تنام، وفجاه بعد المغرب بعد مغيب الشمس الدنيا كلها بتنام في اوروبا، بعد الساعه 6 7 بالمساء ما فيش حد بيمشي في الشارع. ده من الامور اللي انت مش متعود عليها في مصر. نفس الشيء الاصحاب، الخلان، الاهل، السهر، كل الكلام ده مش موجود في اوروبا. عندك الجو هناك في منتهى البرد، انك هتنزل وتصحى بدري وتكون اول واحد في التمرين عشان تتمرن في عز التلج، التلج نفسه، عشان يبقى عندك طموح واصرار. هو طموحك واصرارك اللي هيخليك تكمل، شخصيه اللعيب زائد الموهبه هي اللي بتطلع لك البطل اللي انت شايفه، مش مجرد ان هو لعيب كوره. لا، عشان توصل وتبقى
على منصة تتويج انت محتاج حاجات كتيرة جدا، محتاج شخصية، لان الشخصية والثقافة هي اللي هتصعد بيك. انا بتكلم دلوقتي كل لعيبة الكورة، عندنا لعيبة ناشئين في كل حتة في مصر، عندنا كنوز، وقادرين ان احنا يكون عندنا بامر الله سبحانه وتعالى محمد صلاح تاني مش بعيد عننا. قعدنا فترة كبيرة جدا كنا بننتظر لاعب يحصل على جائزة افضل لعيب في افريقيا، وجه محمد صلاح من بعد الكابتن محمود خطيب. فانت قادر ان انت توصل لكده، ولكن لازم يكون عندك شخصية، لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك طموح. ان الراجل ده وصل لاوروبا، في ناس وصلت انها تلعب في الدوري الانجليزي ورجعت مرة تانية واكتفت بما ان هي خلاص لعبت في الدوري الانجليزي وجابت عدد من الاهداف والموضوع انتهى بالنسبة له. لكن في لعيب عايز يوصل، عنده طموح، عايز يروح كاس عالم، عايز يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا، عايز يكمل، وهو الطموح اللي وصل محمد صلاح، زائد موهبته الفذة وتطويره في طريقه لعبه. وهنا الذكاء، ذكاء اللعيب، ان انا عندي ميزه كويسه جدا. يعني في ناس كانت بتتكلم يقول لك صلاح سريع بس، لا، صلاح لعيب كوره، لعيب فوتبولر، لعيب عنده يعرف امتى يعدي واحد ضد واحد، وعارف امتى يروح على الجون، وعارف امتى يصوب، وامتى يعمل الباس، امتى يشتغل جماعي، وامتى يشتغل فردي. وهو ده اللعيب الكبير، ده اللعيب التقيل، ده اللعيب اللي بيصنع لك الفارق. لان في لعيب كره تجيله انت عارف انه يشتغل واحد ضد واحد فردي، خلاص وقف نفسه المدافع، حفظه، الموضوع انتهى، هتعدي مره تانية مش هتحصل. لكن لما تلاقي سيرخيو راموس وتلاقي مارسيلو مش قادرين يوقفوا محمد صلاح، اذا انت عندك نجم كبير، مش عندك لعيب ومجرد لاعب بيعدي بسرعته وخلاص. ابتسامة صلاح ابتسامة كان ينتظرها الملايين، والصراحة هم في الحفل يعني صبرونا كده لحد آخر الحفل عشان نشوف هذا المشهد اللي انتظرناه طويلا، على الرغم ان احنا كنا حاسين ان محمد صلاح هياخد الجائزة ديت لان هو الابرز، بس انت كنت مستني تشوفها بعينيك، تسمعها بودانك. محمد صلاح بيست بلاير ان افريكا، افضل لاعب في افريقيا، وواحد زي ديدييه دروجبا، واحد زي صامويل ايتو، ديدييه دروجبا كان مزامل صلاح في تشيلسي وكان بيتكلم عليه حتى وصلاح، ودي حاجه من الحاجات اللي لازم نشهدها، ان ديدييه دروجبا كان واثق ان صلاح هيوصل لهذه المرتبه، وحتى في تصريحاته وفي تويتاته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان دايما بيتكلم بيقول ان صلاح ده من افضل اللعيبه اللي موجوده، ولكن هو ما خدش فرصته في تشيلسي. وسبحان الله يجي اليوم ان محمد صلاح يقف فيه على هذه المنصه، واللي كان بيقدم الحفل ديدييه دروجبا، حاجه جميله جدا ان محمد صلاح ياخد افضل لاعب في افريقيا. في حاجه ثانيه ابي بتكلم عليها، وهي جائزه افضل لاعب في افريقيا وموضوع الفرنس فوتبول. منذ 1970 الاتحاد الافريقي ومجله الفرنس فوتبول، وبرضه هقول لحضراتكم ان مجله فرنس فوتبول دي مش مجله عاديه، يعني دي الاكثر شهره في العالم، مجلة غيرت مجرى تاريخ كرة القدم مش بس في فرنسا، مش بس في أوروبا، ولكن في العالم أجمع. وهقول لحضراتكم إن صاحب فكرة كأس العالم هو صحفي فرنسي، صاحب فكرة كأس الأمم الأوروبية هو صحفي فرنسي. فالصحفيين في فرنسا القائمين اللي بيعملوا بمجلة فرانس فوتبول كان فكرهم سابق الصراحة العصر بتاعهم. وفي الاتحاد الأفريقي في 1970 تم الدمج جائزة أفضل لاعب أفريقي، لأنه ما كانش عندهم جائزة أفضل لاعب أفريقي في هذا الوقت، ولكن فرانس فوتبول كان عملها. فكان الجائزة لغاية التسعينات، لغاية 1992 كانت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بتقدم منصفة أو مشاركة مع جائزة الكرة الذهبية من الفرنس فوتبول. ف 1970 كان عندنا كابتن علي أبو جريشة حصل على دوري أبطال أفريقيا، وحتى لو حضراتكم يعني تفتكروا ان حتى مسميات وطريقه البطوله بتاعت بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، هي كانت زمان اسمها بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، دلوقتي بقت دوري ابطال افريقيا لان العدد زاد وبقى في نظام دوري وبقى في مجموعات ونقاط، ثم بعد كده تلعب ربع نهائي، نصف نهائي، ونهائي. ولكن هل الفرقه اللي خدت دوري ابطال افريقيا والفرقه اللي خدت الانديه الافريقيه لابطال الدوري، هل اتحذفت من التاريخ؟ يعني كده الفرقه اللي هي خدت دوري ابطال افريقيا دلوقتي ماشي موجوده، طب الفرقه اللي خدت الانديه الافريقيه الانديه ابطال الدوري هل اتمسحت من التاريخ؟ يعني كده النادي الاسماعيلي ما حصلش على هذه البطوله؟ النادي الاهلي لما خدها في 2 في 3 في 82 وخدها في 87، هل كده هو كانت المسمى القديم، هل كده اتمسح من التاريخ؟ هنا بقى بتيجي النقطه، ان في البعض بيردد كلام
وما تفهمش المردود منه ايه او سببه ايه، ولكن ان صلاح اول لعيب ياخد على جائزه افضل لاعب في افريقيا بهذا المسمى، لكن هو في المجمل لا، في كابتن محمود الخطيب خدها في سنه 83 من الفرنس فوتبول، وكل العالم تحدث، كل العالم تحدث عن كابتن محمود الخطيب في هذا الوقت. وزي ما قلت لحضراتكم موضوع الفرنس فوتبول، ادي مجله جو افريكان او جو دافريك، يعني الكره في افريقيا او اللعيبه في افريقيا، جايبه كابتن محمود الخطيب يتصدر المشهد في 83 حينما حصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا. في مجله الايار في فرنسا تحدثت عن كابتن محمود الخطيب وهو حاصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا. كابتن محمود الخطيب في 82 و83 حاجه من الحاجات اللي غير شكل واداء الكره الافريقيه باكملها، بمهارته، باسلوبه، بهدوءه، بذكائه في كره القدم. كنا شايفين لعيب جديد في الكره الافريقيه مش بس في الكره المصريه. واحنا معنا على الهاتف دكتور طارق الادهر. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا كابتن محمد، وتحياتي لكل المشاهدين، تحياتي لكل طاقم العمل معاك. الاول بقول لحضرتك الف مبروك حصول منتخب مصر على افضل منتخب، محمد صلاح على افضل لاعب، مستر كوبر خد افضل مدير فني في افريقيا. وفي نفس الوقت عايزين يعني نوضح للسادة المشاهدين موضوع جائزة فرانس فوتبول وجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي. شوف، عايز أقول لك على حاجة، اللغط الدائر الآن ومن بعض الناس مش عارف إيه سببه بالضبط، إن عايزين يغيروا وجهة التاريخ الواضح والظاهر جدا والمعروف وكل شيء. ده شيء لا تبرير له، الا ان في ناس عايزه تغير معالم التاريخ. نعم. التاريخ بيقول ان قبل ما يبتدي الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لكره القدم بدا يعمل جائزته اللي هي جائزه احسن لاعب افريقي. نعم. عام 92. نعم. انما ما قبل 92 كان هناك جهه محترمه جدا اللي هي مجله فرانس فوتبول بتنظم جائزه احسن لاعب افريقي، وكانت بتمنح الكره الذهبيه. نعم. هذه الجائزه بدات سنه 1970 وفاز بيها اللاعب المالي شريف كيتا، كان لاعب مشهور جدا. نعم. وكان واحد من اللعيبه الافارقه الرواد في الاحتراف لاوروبا، انت عارف فتره الستينات والسبعينات ما كانش لسه في احتراف بشكل كبير، احتراف بشكل كبير ولا احتراف في قاره اوروبا، وكان يعني عدد قليل جدا من الافارقه اللي هم بزغوا نجومهم وبداوا يحترفوا في اوروبا، وكان ابرزهم وقتها هو اللاعب شريف كيتا، كان محترف في الوقت ده سنه 70 في نادي سانتيتيان في فرنسا. نعم. نادي بلاتيني. نادي كان مشهور جدا في فرنسا وكان هو بطل فرنسا. حتى ان الابطال الاوائل او الحاصلين الاوائل على الكره الذهبيه ديت كانوا من اللعيبه اللي داخل القاره، اللي كانوا في افريقيا، لان كان بمنتهى البساطه كانوا هم اللعيبه البارزين كلهم كانوا بيلعبوا داخل القاره. نعم. يعني امبارح بالامس اللي تابعوا الحفله كان في تكريم خاص جدا للاعب الغاني ابراهيم صندي. نعم. ابراهيم صندي ده كان ثاني لاعب يفوز في التاريخ بلقب الكره الذهبيه بعد سليم كيتا اللي قلنا ان هو خد اول كره ذهبيه سنه 70. سنه 71 ابراهيم صندي. طب هم كرموه ازاي يا دكتور؟ هم كرموه ازاي يا دكتور وهو ما خدهاش بالمسمى الجديد؟ ده خدها في المسمى القديم يعني. ما هو خدها في المسمى القديم لان انا كان عندي الجائزه الوحيده المعترف بيها والجائزه الاكبر في افريقيا هي جائزه مجله فرانس فوتبول. نعم. اللي هضيفه لك بقى اكتر، ما الان مثلا حتى على المستوى الدولي في جايزه من الفيفا بتقدم. نعم. من الفيفا. نعم. ولا زالت مجله فرانس فوتبول بتقدم الكره الذهبيه. نعم. لا زال مجله فرانس فوتبول رونق كبير جدا
وشهرة عالمية جدا للجائزة اللي بتقدمها جائزة الكرة الذهبية لما خدها كريستيانو رونالدو السنة دي. نعم. هو كان في دمج يا دكتور، كان في دمج لجائزة الفرنس فوتبول وجائزة أفضل لاعب في العالم، ويعني لسه يمكن من سنتين أو ثلاثة تم الفك ما بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرنس فوتبول ومجلة فرنس فوتبول. بس بقى أنا عايز أقول لك ليه مجلة فرنس فوتبول بشكل خاص كان ليها رونق خاص. ليه بقى؟ لأن مجلة فرانس فوتبول كانت بتستند إلى خبراء كرويين. نعم. بمعنى إيه؟ مين الشريحة اللي بتختار أحسن لاعب؟ في ثلاث شرايح موجودة في اختيار أي أحسن لاعب في أي استفتاء في الدنيا. نعم. إما إن يجيبوا خبراء، والخبراء دول يكونوا عندهم دراية بالكرة العالمية أو بالاستفتاء اللي بيعملوا بيه، يعني متابعين الكرة في قارة أفريقيا لو كان أفريقي، متابعين الكرة في العالم لو كان استفتاء دولي، متابعين الكرة المحلية في كل اللعيبة لو كان استفتاء محلي. ده قطاع الخبراء. القطاع الثاني هو الجماهير، وبيني وبينك ده أقل قطاع تستند عليه قوي. ليه؟ لأنه وجهات نظر بعيدة عن الفن، يعني عن الحاجة الفنية وكمان الانتماء في يغلب على هذا القطاع. يعني لو واحد مثلا إيه زملكاوي هيختار الزملكاويه، اهلاوي هيختار الاهلاويه، وهكذا. فهتلاقي ايه في يغلب عليه طابع الانتماء شويه. القطاع الثالث هو اللي بيختاروا المدربين. مشكله المدربين ايه بقى في افريقيا بشكل خاص؟ ان في افريقيا ممكن مدرب مثلا لسوتو يكون ما تابعش، زي ما حصل مثلا، احنا نضرب مثال صارخ جدا لما بوتريكا لم يختار احسن لاعب في افريقيا عام 2008 وراحت لاديبايور. ايمانويل اديبايور. بص بقى، ابو تريكا واخد كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر. ومسجل هدف الفوز في المباراه النهائيه امام الكاميرون. وخد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، وخد السوبر الافريقي مع النادي الاهلي. واخد دوري مع النادي الاهلي وكاس العالم للانديه المصري. يعني واخد كل شيء. وإيمانويل أديبيور ده ما كانش عمل حاجة خالص السنة دي. ورغم ذلك إن لأن المدرب بياخد بالشهرة. ممكن مدرب مثلا بتاع بوتسوانا ما شافش أبو تريكة فمش هيدي الصوت لأبو تريكة. مين اللي مشهور قدامه؟ إيمانويل أديبيور. يبقى راح يديله صوت عشان هو بيلعب في الخارج يعني. نيجي بقى لأعلى فئة من الثلاث فئات اللي أنا ذكرتهم، الجمهور والمدربين والخبراء. هم الخبراء. ليه الخبراء؟ لان انا مجله فرنسا دول ما بتختارش خبراء يعني عمياني كده زي ما بنقول، لا، بتختار الخبراء دول بناء على متابعتهم للكره العالميه، وشايف الكره، شايف ريال مدريد بيعمل ايه، شايف برشلونه. يعني مش هيجيبوا اي حد يقولوا عليه خبير، لا، خبير بجد. بالظبط. ده خبير وبيذكر اسمه في بطاقه الاستفتاء. يعني بيقول انا واخد مثلا من المانيا الشخص الفلاني اللي هو خبير الكوره في المانيا. واخد من فرنسا الشخص الفلاني، يذكر بالاسماء. فده شخص ما بيتمش اختياره عشوائي، لا، بناء على انه متابع للكره العالميه، متابع للكره الافريقيه، متابع لكل مباريات الكوره، بيشوف ماتشات كتير، بيحضر في الملاعب، يعني عارف كل شيء عن الكوره الاوروبيه لو كان في اوروبا، او عن الكوره الافريقيه لو كان في افريقيا، وهكذا. ومن هنا كان الاستفتاء ده استفتاء له رونق خاص جدا. على فكره اول استفتاء اللي هو سنه 70 اللي فاز بيه سليف كيتا على ابو جريشه، الكابتن على ابو جريشه طبعا خد في المركز الثاني، الاسماعيلي خد في المركز الثاني بعد على طول سليف كيتا، لانه كان عامل موسم تاريخي مع النادي الاسماعيلي لو تذكروا. فازوا على حساب الانجلبير بالظبط في المباراه النهائيه، وكان على فكره هداف البطوله، وكان مسجل 8 اهداف، سجل في كل مباراه. في حاجه ثانيه يا دكتور برضو، يعني دلوقتي الفريق اللي حصل على ابطال افريقيا الانديه، ابطال الدوري، هل بيتشال في التاريخ؟ ما هي دلوقتي بقى اسمها دوري ابطال افريقيا. بالظبط. ما اتشالتش من التاريخ. لا، ما هو عشان كده انا لما باجي، ايوه، انت يعني ما شاء الله ذكرت مثال واضح جدا. بطولة افريقيا للاندية، اما كانت اسمها بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري، بدأت سنة 64 واما فاز بيها نادي اوريكس دوالا. لما ابتدت 64 اتغير مسماها لأول مرة في سنة 97، بقت دوري ابطال افريقيا. هل معنى كده ان البطولة اللي خدناها خدها النادي الاهلي سنة 82، او البطولة اللي خدها الزمالك 84، او اللي خدها النادي الاهلي 87 دي ما تتحسبش؟ يعني انا ما اقول الاهلي خد بطولة دوري ابطال افريقيا
بقول ان هو خدها 8 مرات ما بيحسبش بتوع 82 و87 ولا بيتحسبوا؟ لازم يتحسبوا يا فندم. بيتحسبوا لان هو دي البطوله اللي كانت جاريه وقتها. نفس الكلام بنقوله على جائزه احسن لاعب، جائزه الكره الذهبيه جائزه محترمه جدا وكانت بتقدر يعني واحده من افضل الاستفتاءات في العالم ولا زالت حتى الان. اما حصل الاتحاد الدولي انفصل عنها وبدات بتنظم بشكل فردي، ايضا جائزه لها احترامها، لكن هي كانت ما قبل ثاني وكرر ثاني ما قبل 92 لم يكن هناك اي جهه بتنظم مسابقه لاحسن لاعب افريقي الا مجله فرانس فوتبول، وبالتالي سليف كيتا لا زال احسن لاعب بالامس، ابراهيم صندي لاعب اشانتي كوتوكو اللي خد الجائزه سنه 71 اتكرم امبارح تكريم خاص بناء على ان هو واحد من الليجند او خد البلاتينم، خد التكريم البلاتينم، واحد من الاساطير في الكره الافريقيه. بالظبط، واحد من الاساطير. عندك كان من حوالي 5 سنين اتكرم تشيميمي وبوانجا اللي فاز باللقب. نعم نعم. ولو تفتكر يا دكتور، يا دكتور في يورو 2000 كان تم اختيار وتكريم كابتن محمود خطيب وكابتن ابراهيم يوسف في من قبل الاتحاد الاوروبي، وكان تم ارسال الدعوه وراحوا احدى المباريات بسبب ان هم يعني واحد حصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا، وكابتن ابراهيم يوسف حصل على ثالث افضل لاعب في افريقيا في سنه من السنوات. يعني مظبوط، كابتن ابراهيم يوسف كان سنه 84 الزمالك فاز باللقب سنه 84. نعم. خد المركز الثالث في السنه ديت، وكان طبعا قدم موسم اكثر من رائع. كان الكابتن ابراهيم يوسف كان خد الجائزه طبعا اللاعب المميز جدا الكاميروني طويف الابيجا. نعم. ابيجا ده كان قائد المنتخب الكاميروني اللي فاز باللقب، اول لقب كاميروني لكاس الامم عام 84، كان خد الكره الذهبيه، وكان جوزيف انطوان بيل ووقتها كان بيلعب في المقاولين العرب. نعم. خد الكره الفضيه، وابراهيم يوسف خد الكره البرونزيه. سنه 85 برضو ابراهيم يوسف خد الكره البرونزيه، كان فاز محمد التيمومي. نعم. لو تتذكر محمد التيمومي ده كان لاعب في نادي الجيش الملكي المغربي. نعم. اللي كان اقصى الزمالك من الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، كان خد الكره الذهبيه وكان رابح ماجر نجم الجزائر الكبير جدا كان خد الكره الفضيه، وابراهيم يوسف كان خد للسنه الثانيه على التوالي برضو الكره البرونزيه. دكتور طارق، برضو لازم ارجع لك لمفارقه غريبه، يعني في 82 النادي الاهلي حصل على دوري ابطال افريقيا او بطوله افريقيا انديه ابطال الدوري، وكابتن محمود خطيب يعني كان مكسر الدنيا في هذه البطوله، كان جايب 6 اهداف في البطوله وجايب هدفين في النهائي في كوتوكو وهدف خارج القاهره وادوها لنكونو الكاميروني. مظبوط مظبوط. ليه بقى؟ هقول لك ليه. هو في الاستفتاءات بتاعت العالميه دي بالذات بيحطوا ترتيب انجازات اللاعب كالتالي: رقم 1 انجاز اللاعب مع منتخب بلاده، منتخب البلاد. رقم 2. نعم. مع منتخب بلاده. نعم. منتخب الاول. رقم 2 انجاز اللاعب مع ناديه على المستوى الدولي. يعني لو مثلا مستوى قاري يعني. نعم. واخد بطوله دوري ابطال افريقيا. ده تقييمها اعلى ما بيكون مثلا الاهلي واخد الدوري المحلي. نعم. نمره 3 يجيب لك انجاز اللاعب مع ناديه محليا. نعم. فالاعلى حاجه مع المنتخب، يليها مع النادي دوليا، يليها مع النادي محليا. نعم. دول كده بالترتيب. ففي السنه ديت سنه 82 كلنا نذكر ان المنتخب الكاميروني كان وصل لكاس العالم وعمل عروض قويه جدا. نعم. زياد بقى روتين ايده، وكان نويف الابيجا وامام بيك واللعيبه اللي هي اللي كانت مميزه في المنتخب الكاميروني. فتوماس كونو كان حارس مرمى المنتخب الكاميروني في كاس العالم وقتها، ظهر على مستوى دولي، فكان الانظار متجهه لكاس العالم اكثر ما متجهه لبطولات افريقيا اللي هي دوري ابطال افريقيا اللي هي كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري اللي خدها النادي الاهلي او الالقاب الاخرى. كان التركيز اكثر على كاس العالم، وبالتالي توماس كونو هو اللي تفوق على الخطيب. بس بيني وبينك انا كنت احد الناس اللي عايشوا لهذا الاستفتاء سنه 83 اللي خد فيه الخطيب لقب احسن لاعب، وكان الممثل مجله فرانس فوتبول بمصر كان فرنسي توجولي اسمه ايمانويل مرادس، كان معاه الجنسيه الفرنسيه وكان معاه الجنسيه المصريه. ده كان على فكره صديق شخصي ليا، كنا بنقعد مع بعض كل يوم
ونتكلم في الكره العالميه. نعم. فكان من ضمن ما ذكره لي وقتها انه في عام 82 كان في تعاطف كبير جدا من كل اللي شاركوا في الاستفتاء مع الكابتن محمود الخطيب وقتها، لان هو كان عامل موسم استثنائي مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وبالذات المباراه النهائيه اللي سجل هدفين في القاهره في مرمى كوتوكو، وهدف في مباراه العوده كلنا لازلنا نذكره حتى الان بتعليق الكابتن الشربيني. نعم. الهدف اللي كان في كوماسي، في كوماسي ثلاث اهداف في النهائي، غير طبعا كان جايب جولين وهو عنده كسر في عظمه الوجه لو تفتكر الوجنه. نعم. في مباراه انوجو رينجرز في الدور قبل النهائي 4-0 في القاهره، وكان جايب جول في جرين بافالوز في دور الثمانيه، يعني 6 اهداف في دور الثمانيه وقبل النهائي والنهائي اللي هي الادوار الحاسمه للبطوله. فكان هذا التعاطف معاه بشكل كبير جدا لادائه وقتها، وكان انجازاته الكبيره مع النادي الاهلي حتى على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. فكل اللي كانوا بيستفتوا في السنه اللي بعدها سنه 83 وجدوا انه هو الاقدر. لو تفتكر اللاعب اللي كان سجل هدف فوز نادي اشانتي كوتوكو في مرمى النادي الاهلي في نهائي 83 بالهدف الاوفسايد في القاهره، الهدف الاوفسايد بتاع محمد حنطل، ايوه لو تذكر هذا الهدف. كان كان بوكو ايمانويل بوكو هو اللي جاب الهدف دوت، وكان لعيب مميز جدا في نادي اشانتي كوتوكو. كان في الصراع بينه وبين الخطيب، بس كل اللي استفتوا في هذا العام تعاطفوا جدا مع الخطيب، رغم ان الاهلي فقد اللقب الافريقي، لكن الخطيب كان على فكره برضه هداف البطوله دي، يعني ده حقيقي فعلا اللي خسرها النادي الاهلي كان هدافها برضه. فتعاطفوا مع الخطيب وادوا له الجائزه، على ما اذكر الخطيب كان واخد ساعتها 98 صوت. نعم. وكان قريب منه اوبوكو انتي، اللي هو اوبوكو انتي اللي سجل الهدف في مرمى النادي الاهلي الاوفسايد ده، كان جايب على ما اذكر 89 صوت، كان فارق 9 اصوات تقريبا في الاستفتاء دوت، لكن فاز الخطيب بالجائزه. ويومها صدرت مجله فرانس فوتبول اللي هي كانت دايما بتصدر يوم السبت وقتها، تصدر كل يوم سبت، انا على فكره عندي المجله دي لغايه دلوقتي. صدرت يوم السبت، حطوا نتيجه الاستفتاء وبطاقه استفتاء كل واحد منح لمين من اوبوكونتي والخطيب بالتصويت. كان الكل بطاقه استفتاء فيها 5 اصوات، الاول في كل بطاقه ياخد 5 نقط، والثاني ياخد 4 نقط، والثالث ياخد 3 نقط. طب دكتور طارق، عايز انتقل لشان اخر، وهو اختيار 3 لعيبه من نادي الاهلي في فريق القاره الافريقيه في 2017، احمد فتحي، علي معلول، وجونيور اجاي. راي حضرتك في هذا الاختيار؟ هو طبعا هذا الاختيار كان، انت هتعلم طبعا، كان بيعملوا استفتاء لافضل لاعب داخل القاره، اتلغى اول مره يتلغي السنه دي ومش عارفين ليه. لا انا عارف ليه. نعم. هو حتى انا تحدثت مع بعض المسؤولين في الاتحاد الافريقي، قالوا ايه، اولا احنا مش عايزين نعمل ازدواجيه، دول داخل القاره وخارج القاره، الحكايه اللي هي بقت تقسم اللعيبه لجوه القاره وبره القاره، ودي حاجه ما كانتش مطلوبه. طب لماذا لم يتم الاعلان بشكل مفصل من قبل الاتحاد الافريقي بهذا الشان يا دكتور؟ يعني على الاقل الناس والصحفيين والساده الاعلاميين واللعيبه تفهم، حتى احمد فتحي ما كانش عارف، يعني كان مرشح بشكل كبير جدا ان هو ياخدها. مظبوط مظبوط. بس ايه الحاجه الثانيه كمان، ان هم قالوا ايه، ده كلام بينهم برضه بس انا مش مقتنع بيه، انا بقول لك الكلام اللي حصل داخل اروقه الاتحاد الافريقي. نعم. قالوا ايه؟ قالوا ان انا طالما بتكلم عن افضل لاعب في افريقيا محلي، يبقى انا لازم اكون متابع اللاعب ده في دوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه اللي بيلعب فيه. نعم. ومتابعه في دوري بلده ونتائجه في دوري بلده مستواه عموما في خلال السنه. فانت لقوا ان الدوريات الكبيره مثلا الدوري المصري هتلاقي ناس كتير متابعه مثلا مستويات اداء بعض اللعيبه المميزين في الدوري المصري. عبد الله السعيد عمل ايه؟ حسين الشحات عمل ايه؟ محمد عواد عمل ايه؟ لكن اما بتيجي في على بعض الدوريات في بعض المسابقات شويه مجهوله، ما بتتنقلش تلفزيونيا كتير، ما فيش من الناس اللي بتتوقع على بطاقه استفتاء بيتابعوا الدوريات ديت، ما في حدش بيتابع مثلا دوري جامبيا. نعم. دوري تنزانيا. نعم. دوري مدغشقر. ما حدش بيتابع الدوريات الصغيره ديت،
فبالتالي ايه؟ لقوا ان في نوع من عدم العداله، اللعيبه اللي بتبرز بس على المستوى الافريقي هي دي اللي بتبقى تحت البؤره، بينما ممكن يكون مثلا نجم كبير قوي في نيجيريا مثلا بيلعب في نادي في الدوري النيجيري، ما حدش مننا عمره تابع الدوري النيجيري ولا شاف مثلا بس برضه دكتور يعني كان من يعني من الاجدى ان يتم الاعلان عن الاسباب وعن التفاصيل، عندهم الموقع الرسمي، عندهم العديد من الوسائل الاعلام اللي يقدر يوصلوا لنا ان مثلا هيتم الاستغناء عن هذه الجائزه بسبب يعني تلك الاسباب عشان تبقى واضحه سواء للاعب سواء للجمهور سواء للنقاد. بشكر حضرتك دكتور طارق الادور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله قيمه للغايه ابرزت والكلام اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم ان موضوع الجائزه والفرنس فوتبول والمجله ودلوقتي اصبح جائزه منفصله للاتحاد الافريقي منذ عام 92 هي نفس الجائزه، ولكن في بعض الامور ممكن يبقى فيه عدم علم او بيبقى فيه توجهات اخرى، ولكن في النهايه كابتن محمود خطيب اول لعيب مصري، اللاعب احمد فراس من المغرب كان في سنه 75 كان اول لاعب عربي ياخد هذه الجائزه، كان في سنه 75 عندنا كابتن ابراهيم يوسف، كابتن حسن شحاته كانوا في فتره، كابتن حسن شحاته في فتره السبعينات كان حصل في 74 على المركز الثالث، كابتن ابراهيم يوسف في 84 حصل على المركز الثالث، وكابتن علي بوجريشه في 70 حصل على المركز الثاني، وكان دخل كابتن محمود الخطيب بقى كأول لاعب مصري يحصل على هذه الجائزة، وبعد سنين وسنين يأتي محمد صلاح عشان ياخد الجائزة مرة أخرى أفضل لاعب في أفريقيا، وإن شاء الله يخش في ترشيحات أفضل لاعب في العالم، وليه لا؟ يعني مفيش فرق إن إحنا مفيش مشكلة إن إحنا نحلم، ابتدى عندنا لاعب عنده الإمكانيات وليه لا؟ وارد ان شاء الله ربنا يكرمه ويكمل بهذا المستوى يبتدي يخش، هو صراحه يستحق ان هو يكون ضمن افضل 11 لاعب على مستوى العالم هذا العام بمنتهى الامانه بمنتهى الحياديه، يعني اللي بيشوف مستوى محمد صلاح وبعض اللعيبه اللي داخل في ال11 لاعب، لا محمد صلاح يستاهل يكون في افضل تشكيله افضل 11 لاعب داخل العالم وايضا افضل لاعب في القاره السمراء. انا هطلع فاصل واستقبل ضيفي كابتن عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ولكن الاول هنروح لتقرير زياره اللواء صلاح سلامه حافظ كفر الشيخ وتهنئته للكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي الجديد للنادي الاهلي، نطلع نشوف التقرير ونرجع ونستقبل ضيفنا كابتن عمرو ابو المجد. سعيد جدا ان انا في وسط عيلتي واهلي وابني محمد مرجان ده ضابط كان معايا واحنا في جهاز امن الدوله، كان ضابط متميز بكل حاجه، انا لسه بقول له ربنا يبارك في والدك اللي هو رباك التربيه الراقيه دي. وفي نقطه مهمه عايز اقولها، هو المكان ده كان مكان حمام في يوم من الايام دفعتي لرحمه الله عاطف اللي هو عاطف رزق توفى شاب صغير، لكن كان برضو ايامه كانت ايام كلها جمال، يعني ربنا ان شاء الله يجعل في توفيق في حليفه ومحمد يبقى النادي وقته في قمه الجمال يعني، وخاصه الطرح اللي كابتن وحبيبنا كلنا محمود الخطيب طرحه بان هو الاستاد هيبدا فيه وهيبدا في مستشفى، وده قمه العمل الاجتماعي العالي جدا اللي يبقى مشجعي النادي الاهلي ليهم او مشترك النادي الاهلي ليهم مستشفى خاصه بيهم، على الاقل يبقى عارف هو في وقت من الاوقات لو احتاج اي حاجه هيروح للمستشفى بتاعت عيلته يعني. طبعا انا بحييكم طبعا على اعاده المحطتين اللي وضعها ورونقها، وخاصة بعد إذاعة ماتش الأتلتيكو مدريد والناس كلها بدأت تنتبه للمحطة دي بعد الإهمال الشديد اللي كان فيها. بنقول للمشجعين وبنقول للمشتركين في النادي الأهلي أعضاء النادي الأهلي، إيدينا كلنا مع بعضينا إن شاء الله وكله بيعود في الآخر لمصر، لأن النادي الأهلي ده بيشكل كتلة كبيرة جدا من البشر والمشجعين والمحبين.
انا افتكر لسه محمد بيبي فكرني ان انا كان ليا اختيار لعنصر من عناصر الكوره في النادي الاهلي وهو اسلام محارب. فعلا انا كنت محافظ كفر الشيخ والناس هناك اللعيبه او المسؤولين الاداريين عن النادي بتاع كفر الشيخ نبهوني لانهم كانوا يعرفوا علاقتي جيده جدا بحسن حمدي ومحمود الخطيب والمجموعه كلها والله يرحمه طارق سليم. فقلت لهم بلغتهم انه في ولد يعني ان شاء الله ليه مستقبل كويس في الكوره اسمه كذا تعالوا شوفوه. جم فعلا عملوا ماتش في كفر الشيخ وبتاع وشافوا الولد وهو بيلعب وشافوا مجموعه واختاروا وكان اختيارهم موفق الحمد لله. ندعو الله لي بالتوفيق في ماتشات القياده باذن الله. النادي الاهلي احنا متوقعين له بقى في المرحله الجديده اللي جايه الازدهار والسمعه العالميه ويبقى كده كلنا فرحانين بالنتائج بتاعته سواء الافريقيه او طبعا المحليه من باب اولى ويبقى النادي ياخد الصوره الجميله اللي كلنا بنسعى ان احنا نشوفه فيها. ندعو الله بالتوفيق للجميع باذن الله. النادي الاهلي ده مشجعه لسه بقول لهم ان انا كنت زمان طفل صغير وكان معايا محرم الرغب الله يديله الصحه ويبارك فيه وكنا بنيجي هنا حمام السباحه بتاع وزاره التربيه والتعليم كان ما كناش كملنا 10 سنوات فكنا بنيجي ونيجي نحوض على نتفرج على الكوره بقى جوه النادي الاهلي والاسماء الكبيره قوي اللي كانت موجوده الواحد لما كبر وسمع بيهم برضه الواحد كان استغرب ان احنا ليه دخلنا النادي ده وليه يعني شجعناه. كانت القيم موجودة فيه وراثخة من زمن كبير جدا احنا جينا لقينا الناس دي حطت القواعد السليمة اللي الناس على اثرها. الاهلي كان له نكبة كبيرة اهو في الستينيات كبيرة جدا يعني والواحد بقى زعلان لكن ما كانش بايد الولاد ولا بايد اللعيبه بتوعه كان يعني في ظروف كده مرت بيها النادي وكان مطلوب ان هو ما ياخدش القمة دايما يعني كان ساعتها هو الوحيد اللي واخد الدوري وما فيش حد تاني غيره وبعد كده لقينا بقى في حاجات كتير لكن المنافسة الشريفة اللي من الأندية الأخرى وأنا يعني الواحد حزين على نادي كان جميل جدا وكان ليه دور كبير جدا في الكرة المصرية وهو نادي الترسانة. نادي الترسانة ده كان نادي من الأندية العريقة اللي ليها اسم ليها رهبا من الانديه كلها والاسماعيلي طبعا بمجموعته الجميله القديمه. فندعو الله للجميع بالخير ان شاء الله. شخصية نادرة وفريدة أجمع الكل على حبها واحترامها وأكبر هو الجميع على احترامه وتقديره ببشاشة وجهه ودماثة خلقه بزغ كلاعبا ونجح كأكاديميا دخل ضمن العظماء كإداري ومكتشفا للمواهب والنجوم الذي تخرج على يديه العديد من الأجيال والمواهب في عالم الساحرة المستديرة. إنه الدكتور عمرو أبو المجد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي تعود جذوره لعائلة رياضية كروية هي عائلة كاسب. اقتحم أبو المجد عالم كرة القدم وتحديدا في نادي السكة الحديد عندما ضمه حافظ كاسب مدير النادي في ذلك الوقت وظل أبو المجد لاعبا بقطاع الناشئين من عمر 14 عاما إلى 18 ثم تم تصعيده للفريق الأول بالسكة الحديد لكنه سرعان ما ترك اللعبة مع أبناء جيله بسبب نكسة 67 بعدها التحق عمرو أبو المجد بكلية التربية الرياضية وعمل بها معيدا تحت إشراف عبد صالح الوحش الذي رشحه للانضمام للعمل بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. وكان عام 72 هو محطة انطلاق وبداية بزوغ نجم أبو المجد داخل جدران القلعة الحمراء
الذي استهله باجتماع مع عمالقة وأساطير الأهلي الراحل المايسترو صالح سليم وعزة أبو الروس وعبد المجيد نعمان، وذلك عندما قام الوحش بتقديم أبو المجد لصالح سليم وعرض عليه الاستعانة به في مدرسة الكرة، ونجح أبو المجد في تجربته الأولى مع الأهلي بتفريغ جيل من عظماء الأهلي على رأسهم حسام البدري وزكريا ناصف وحاتم الكردي وبدر حامد وربيع ياسين ومحمود جابر ومجدي عبد الغني وطاهر أبو زيد وضياء السيد. ثم كانت الفترة الثانية لأبو المجد مع الأهلي في موسم 86-87، لكن هذه المرة مع الفريق الأول عندما عمل مع الشيخ طه اسماعيل وتوج مع الفريق بدرع الدوري هذا الموسم وكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي. ثم جاءت الولاية الثالثة لأبو المجد في الأهلي من 89-92، لكن هذه المرة مع قطاع الناشئين الذي شهد طفرة وتخريج جيل جديد من الموهوبين على رأسهم هادي خشبة ووليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ ومصطفى كمال وهشام حنفي. بعدها وفي الفترة من 2000-2002 تولى عمر أبو المجد الإشراف على قطاع البراعم والناشئين بالأهلي، وهي الفترة التي أفرزت كثيرا من نجوم الجيل. وقبل أن يتولى أبو المجد مهمة رئيس قطاع الناشئين بالأهلي بشهور قليلة، كان لأبو المجد تجارب ناجحة في هذا المجال وتحديدا في قطاع الناشئين بالمقاولون العرب لمدة موسمين، ويحسب له أنه صاحب فكرة اعتماد عقد رسمي لمحمد صلاح مع المقاولون كلاعب محترف بعد تصعيده للعب مع الفريق الأول تحت قيادة محمد رضوان. ثم كان لأبو المجد تجربة ناجحة مع إنبي لمدة موسم واحد، وها هو الآن يسير بقطاع الناشئين بالأهلي نحو الألقاب والإنجازات. فكل التوفيق للدكتور عمر أبو المجد الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، والذي نتمناه أن يكون عامه الجديد في صحة وسعادة وعافية. من جديد مشاهدينا، واستقبل مع حضراتكم واحد من الناس اللي كلنا اتعلمنا منه، كلنا استفدنا منه، حد من الرموز اللي جوه النادي الاهلي، تاريخ جوه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دكتور عمرو ابو المجد ابو الناشئين في النادي الاهلي. مساء الخير يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك وكل سنه طيب والساده المستمعين، وانا بشكرك على التقرير الجميل دوت، وبشكر الناس اللي اعدوه واللي جمعوا هذه الخبرات، وبشكر حضرتك على الاستضافه. اقل حاجه يا دكتور عمرو، حضرتك واحد من الناس الجمال اللي بنتعلم مع حضرتك، بنشوف شغلك، بنشوف فكرك وتطويرك لمنظومه قطاع الناشئين، والصراحه يعني كل فتره كده بتطلع لنا افرازات جميله بتبقى دعامه لكل المنتخبات القوميه مش بس النادي الاهلي. والحمد لله، طبعا هو النادي الاهلي يستاهل كل خير، صاحب فضل علينا وهو اللي عملنا، ولولا النادي الاهلي ما كنا في هذا المكان، فمش اقل ان احنا نكرس كل وقتنا للتخطيط والتنظيم والمتابعه والاشراف لكي نخرج للنادي الاهلي عناصر مميزه تستطيع ان هي تلعب في الفريق الاول ان شاء الله. احنا قبل ما نخش مع دكتور عمرو ابو المجد في حوارنا النهارده، نقول لحضراتكم النهارده في بعض من المباريات في الاسبوع 17 لبطوله الدوري الممتاز. امبي تفوق على طنطا بهدف مقابل لا شيء، بتروزيت ايضا تفوق على الانتاج بهدف مقابل لا شيء، والمصري سقط امام سموحه في مباراه مثيره صراحه للغايه بثلاث اهداف مقابل هدفين، ويمكن اربع اهداف في اخر 10 دقائق. وحتى الان دجله ووادي دجله والداخليه كسبت وادي دجله بهدفين مقابل هدف، خلاص انتهى اللقاء. دي ابرز اللقاءات، هتستكمل ان شاء الله يوم الاثنين لقاء الاهلي والزمالك، ويوم الثلاثاء في لقاء مهم جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي هيلاعب النصر القاهري. كابتن عمرو، هبتدي مع حضرتك بما شاهدناه في الامس. الصراحه لقاء الاهلي والبلاستيك في الشوط الثاني، كابتن حسام البدري ادى فرصه لكل اللعيبه الشباب واللعيبه الناشئين، اللي الصراحه يعني الواحد كان سعيد وكان بيتابع اللعيبه وهو حاسس ان دول مستقبل الكره المصريه مش بس مستقبل النادي الاهلي. هو الحقيقه الكابتن حسام بيعطي فرص جميله جدا للناشئين، والكابتن سيد عبد الحفيظ كلمني وقال لي ان الكابتن حسام طالب خمس لعيبه من قطاع الناشئين عشان يلعبوا في مباراة البلاستيك.
فانا رشحت له 6 لعيبه، قلت له في لعيب سادس كويس جدا ممكن يترشح. كنت متفق مع الكابتن خالد جد الله اللي هو بنعمل معا في القطاع، نعم، نائب رئيس قطاع الناشئين كابتن خالد. كابتن خالد، ايوه نعم. ايوه، ورشحت له 6 لعيبه، وكان في بعض اللاعبين معاه من قبل كده. يعني الخلاصه تقدر تقول في 9 لاعبين من قطاع الناشئين لعبوا في هذه المباراه. لو استعرضنا حتى الاسماء بسرعه هقول ان في بالنسبه ل 2001، فرقه 2001 دي فرقه قويه جدا منظمه، ودي امل النادي. نعم. دي متصدره بطوله الجمهوريه بفارق 9 نقط عن الثاني، وما خسرتش ولا ماتش لغايه دلوقتي. لعب احمد اشرف وعربي ومغربي، ويعني لعيبه واعده، وخصوصا لعيبه مغربي جدا. انت مغربي صراحه، وانا بتفرج عليه امبارح في الاستوديو التحليلي حتى كان معايا كابتن ماهر همام، كابتن ماهر وكابتن ابو الدهب، والاثنين يعني برضه كابتن في المركز ده. في المركز ده خبره عاليه كابتن ماهر. يعني بيقولوا ان مغربي ده نسخه جديده من كابتن هادي خشبه. بالظبط كده، يعني في الهدوء وفي الثقه وفي المهاره والاستسلم والاستلام، ولعيب صغير. وكمان كابتن حسام كان بيلعب جنبه محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ده 99. نعم. انت عندك في 2001 كمان في معاذ وفي عمر وفي شادي. نعم. وفي عناصر اخرى ان شاء الله في الطريق. من 99 كان في رمضان الجول، وكان في منعم السرد باك اللي حضرتك بتقول عليه، وفي صالح نصر وصلاح يحيى. نعم. في كمان بيسو اللي هو المهاجم. نعم. يعني في كذا واحد من 99 فيهم امل كبير جدا يلعبوا. من 97 لعب مصطفى صبحي وفادي، وفي عناصر اخرى زي كريم يحيى. نعم. في لعيب اسمه كريم يحيى، لعيب كويس جدا، باك رايت وجاهز وجسمه كويس وفاهم تكتيكيا كويس قوي. وعندنا ده قريب جدا يلعب في الدرجه الاولى، احمد ياسر ريان. بالظبط كده، هو لا يقل عنهم يعني في الحته دي برضه. دول من القطاع، من الاولاد الصغيره. احمد ياسر ريان جاب هدفين، واحمد حمدي متالق الصراحه بشكل كبير جدا ماتش النصر. بالظبط. افضل لعيب في المباراه، ولعيب عنده ثقه وحريف، وان شاء الله يكمل ويبقى حاجه. نعم. كويسه. في 2000 كمان في حراس المرمى، في شوبير مصطفى، وفي مصطفى شوبير، وفي محمد طارق. نعم. الاثنين كويسين جدا وعناصر واعده، وممكن ان شاء الله انها توصل للفريق الاول قريبا. في ميدو اللي هو محمد حسين، وفي زياد ومصطفى الياس وحجازي ومروان. تخيل يعني عناصر كثيره جدا. يمكن لما هنتكلم دلوقتي محمد طارق سليمان كمان في حراسه المرمى، ما هو طارق، محمد طارق، محمد شوبير وطارق. نعم. دول. نعم. في الـ2000 الاثنين مميزين، ومن الناس اللي هي ممكن توصل ان شاء الله للفريق الاول. في ايضا 10 لاعبين في اللي اعير واللي طب دلوقتي يا كابتن خلينا نتكلم بس على اللعيبه اللي شاركت. يعني انا عندي احمد دول دول 9 شاركوا امبارح، 9 شاركوا امبارح، وكلهم ادي يعني المنظر اللي احنا شايفينه ده من اجمل المناظر اللي في الشاشه، لعيبه وهي بتشارك لاول مره. دول الثلاثه الصغار، وعلى النقل التلفزيوني بقى قناه النادي الاهلي كانت بتنقل، والملايين والملايين من عشاق النادي الاهلي كله شاف الامل في هؤلاء اللعيبه. ظهروا بمستوى جيد، عندهم ثقه، عندهم مهاره، لعيب النادي الاهلي مختلفه يا كابتن عمرو في كل شيء. طبعا طبعا. هو شوف هقول لك حاجه، يعني يمكن الماتش امبارح ده نقل نقله كبيره جدا في القطاع. اصبح كل لاعب في القطاع مش مصدق ان ممكن يلعب مثلا في الفريق الاول، اللي يجي له فرصه بهذه السهوله. بس اثبت نفسك. نعم. انت الكابتن حسام وسيد عبد الحفيظ اداك فرصه، ورينا بقى انت مين. ولذلك اللعيبه اللي ما لعبتش كل واحد دلوقتي انا متاكد ان هو بيموت نفسه في التدريب وبيموت نفسه في الانتظام عشان ياخد هذه الفرصه. وانا بقول لهم كلهم هم سامعيني دلوقتي ان الفرصه هتبقى للجميع. كل واحد هيتالق، هيجي الفريق الاول هيعوز في ماتشات زي ده، هندفعه ونديله بدون مجامله وبدون اي حاجه. الفيصل هو مجهود. حضرتك شفت تالق احمد ياسر ريان بالامس، احرزوا هدفين، والكابتن حسام البدري يعني هدف جميل، مش اي فرود، يعني احساس مكان بلياردو بشكل جميل. ده بلياردو. نعم. حاسس ان الحارس كمان قدامه، ويعني بعيد عن المرمى. والهدف الثاني برضه جابه بمتابعه جيده. احمد ياسر ريان ودخوله وثقة كابتن حسام البدري، حتى ثقة زمايله النجوم الكبار لما بنتكلم معاهم بيقولوا لي بص احمد ياسر ريان عامل ازاي. حضرتك حاسس ان ده نتاج قطاع الناشئين؟
هو ياسر ريان مش النتاج بتاعنا احنا، النتاج اللي سبقونا عشان نبقى احنا بنتكلم بصفة عامة، ولكن ياسر ريان من اللعيبه، اولا هو مواليد 98 مش 97 كمان، يعني اصغر من 97 سنة. من اللعيبه اللي بتيجي بالتدريب وبتيجي بالماتشات، يعني ياسر ريان ممكن يلعب له 40 50 ماتش، شوف بقى يلعبها في 6 اشهر يلعبهم في سنه، بعد ال 50 60 ماتش هتلاقي عنده الخبره العاليه جدا في الاحتكاك، في عمليه السيطره، في عمليه التحجيز، في عمليه القوه البدنيه، في عمليه الوزب عشان ياخد الكره من السرد باك، وعنده عنصر هام جدا وهو عارف هو واقف فين، احساس بالمكان، بس كده احساس بالمكان. دي موجوده في عماد متعب، نعم، مش موجوده في فراودة كتير، ده حقيقي، لكن عنده دي بدليل شفت الجول الاولاني حطه ازاي والجول التاني كان فين، كان فين، يعني رغم ان قدامه سرد باك ممكن يشيلها لكن هو كمل السرد باك قلش الكوره، هو كان جاهز وحطيتها جاهز في المكان بالظبط. ولذلك انا هو كمان من اسره كرويه عريقه، طبعا يعني كابتن ياسر واحد من امهر مصر ونجم النادي الاهلي، فاكيد بياخد منه نصايح وبياخد منه لعب قدامه، لعب قدامه امام في ماتش الاهلي وطنطا كمان، نزل كابتن حسام بدري كان واثق فيه في وقت صعب، كان النادي الاهلي متعادل واداله ثقه انه كان حاسس ان ممكن احمد يخطف جون للنادي الاهلي يكسب بيه، ده ثقه كبيره جدا من كابتن حسام بدري فيه. بس احنا نصبر عليه شويه، نعم، ده لعيب 98 يا جماعه، يعني ممكن ينزل تيجي له ثلاث اربع كور ما يعملش فيهم حاجه، نعم، ممكن اي مدرب بقى مش فاهم يقول لك خلاص ما ينفعش، لا وكابتن حسام حتى اداله في اتلتيكو مدريد، دي ميزه حسام البدري. حسام البدري من احسن المدربين اللي بيصبر على اللعيب، نعم، بدليل شوف ازارو، نعم، في اوقات كثير اقول له ده وحش ده، طب ده هداف الدوري، طب ينافس على هداف الدوري، طب يا ريت يبقى وحش كده ويبقى هداف الدوري، مش كده؟ نعم، يعني بيعرف يجيب جول لكن تتصلح له بقى الحاجات الثانيه. طب كابتن عمرو احمد حمدي، كريم ندفد، احمد ياسر ريان، وبعدين لو خدنا بصفه عامه وجود احمد محمد هاني، في اكرم توفيق، وفي اكرم توفيق، انا عايز اقول لك على اكرم توفيق قبل، اكرم توفيق ده يعني انا بقول لك ده البديل لحسام حسام عاشور، ده البديل لحسام عاشور، مجرد ما هياخد عدد من المباريات وياخد ثقه من الجهاز التدريبي وياخد ثقه الماتشات ويكسب مع الفرقه، انا بقول لك ان ده هيبقى في الحته دي اساسي، ويعوضنا لو حسام في فتره اصابه، في فتره كذا، حسام بعد عمر طويل يبطل، هو ده اللي هيبقى تجهيز للبديل. طب انا هاخد حضرتك بصفه عامه، بتاع الناشئين في النادي الاهلي مطلع لنا احمد حمدي، كريم ندفد، احمد ياسر ريان، ده في الفترة القريبة، الفترة البعيدة عندنا محمد هاني، كان كريم ندفت في فترة من الفترات، وقبليهم رمضان صبحي، وقبليهم تريزيجيه، و و و الناس بتنتقد تقول لك قطاع النادي الأهلي ما بيخرجش ناشئين، أمال مين الأندية التانية اللي بتخرج؟ أنا مش شايف، أولاً إحنا كمان عايز أقول لك حاجة، كنا قدمنا لمنطقة القاهرة واتحاد المصري لكرة القدم مطالبة بإن يا جماعة امنعوا عملية التسديد، خلوها ابتداء من 2000 يعني من 17 سنة، ليه؟ لأن الولد بعد 17 سنة التأثير المسنن على الفريق بيبقى ضعيف جدا، بيقل، لكن مش معقول 13 بمعنى سنة، بمعنى يعني قصدك بيتكشف، بيتكشف خلاص، لأن المسنن ليه وقت وهيبطل فيه، لان الطفره بتجيله قبل الـ قبل نادرا ما يصل لاعب مسنن الا اذا كان عنده قدرات غير طبيعيه. انا شايف ان الدوريات اللي موجوده بصراحه فيها يعني تجاوز كتير جدا، يعني حضرتك وللاسف الاتحاد لا بص في الطلب ولا، ودي من الحاجات اللي ممكن تاثر على مستوى الكره المصريه. لكن انا هرجع تاني لسؤالي، حضرتك شايف ان النادي الاهلي هو اقوى قطاع ناشئين في مصر، بيفرز لعيبه بتلعب حتى في الفريق الاول؟ هو ان شاء الله انا عشان احنا منظومه عاملينها لمده سنتين استراتيجيه، السنه دي والسنه الجايه، السنه الثالثه بعون الله الكلمه اللي انت بتقولها دي انا هقولها لك بالفم المليان، بس اديني فرصه، فرصه لايه؟ فرصه للدعم الاولاني، الدعم، كل فريق عندنا في الناشئين فيه عناصر كويسه، بس العناصر الكويسه تعدها كام؟ 7 8، نعم،
طب الباقي فرق كبير. بس الثمانية من الحداشر يا كابتن يبقى أنا عندي فرقة جامدة جدا برضه. طيب في الحداشر أنت لعبت ثلاث أربع خمس ماتشات وأصيب اثنين ثلاثة بتاع هتضطر تاخد من هنا من المخزون مفيش. أنت بتلعب على البطولة. نعم. ولذلك اللائحة اللي إحنا عملناها مفيش مليم يطلع مكافأة فوز ولا حاجة إلا إذا كان الفريق في المركز الأول. لأن النادي الأهلي مركز أول ودي التغيير اللي عملناه في اللائحة. دي أسس النادي الأهلي. طب كابتن عمرو بالنسبة لقطاع الناشئين للنادي الأهلي هل حضرتك مطالب منك صناعة نجم وناشئ يدعم الفريق الأول ويدعم المنتخبات ولا حضرتك مطلوب منك إنك تفوز ببطولة الناشئين مثلا لا. للأعمار الفلانية؟ هو دي حددناها كان في اجتماع مع لجنة الكرة برئاسة كابتن محمود الخطيب كابتن عبد الزعف شافي وكابتن علاء صادق ودي حاجة جميلة وأنا بهنيهم من هنا بهذه المكانة لأن فعلا لما بتتعامل مع ناس بتوع كورة وفاهمينك بتوصل رسالتك بسهولة. فأنا قلت لهم يا جماعة دلوقتي احنا ادي الفرق بتاعتنا احنا نظمنا القطاع كان في بعض حاجات زي الملاعب زي الاستراحة زي الجيم زي المكافآت زي لائحة زي حاجات كتير جدا ابتدت تتنظم زي المطعم الناشئين الملابس كل الكلام ده ابتدينا نصل فيها ل 80%. بالنسبة للعيبة بقى يا جماعة اللعيبة الموجودة دلوقتي احنا بنبذل معاها كل جهد بس كل فرقة فيها ثغرات زي سد هذه الثغرات. زي ايه الثغرات اللي ممكن تبقى في ثغرات كل فرقة ليها فنيا مثلا؟ لا ولا عدد من ناحية يعني عدد عندك فرقة 11 واحد نعم بتقول ده موهوب وده هايل وده هايل كام ست طب الباقي لا ضعف مستواهم عادي انا عايز ادعم الخمس بخمس مراكز نعم طب الخمس مراكز دي ادعمهم مره واحده لا على ثلاث سنين. طيب هنا بقى كابتن السؤال المهم كيف يتم انتقاء لاعب النادي الاهلي حتى في قطاع الناشئين؟ اولا ما فيش حد بيشتغل لوحده ويمكن كنت اتفقت برضو كابتن محمود الخطيب هو قال لي برضو كده يا دكتور عمرو من فضلك اي اختيار بيبقى بلجنه ما يبقاش بلاعب واحد. قلت له ده اللي بيحصل لجنه بتتعمل من اكثر من اثنين يعني ثلاثه بيتم اختيار نظر للاعب بعد ما بيختاروا اللاعب بيتحط مع الفرقه الاصليه بيتعايش معاها 15 يوم 20 يوم بيلعب خلالها ماتش ولا ماتشين كمان للتاكد اذا ثبت وهو بيلعب بيشوفه مع المدير الفني وانا شخصيا بنزل اشوفه الكابتن خالد جدالة معايا بالفرق وبنشوف اللاعب ده بعد ما تكون اللجنه اختارته شوف يعني بيمر قد ايه اذا اقتنعنا بهذا الكلام فبيتم تسجيل اللاعب. بالنسبه للدعم اللي بقوله لحضرتك بالنسبه للفرق على ثلاث سنين اول سنه 40% ثم 30 ثم 30 يعني بعد ثلاث سنه تضمن ان الفرق كلها مدعمه ما عدا فريق 99 اللي هو الكبير ده بيدعم ببعض اللعيبه بس اي واحد يجي في 99 شرط انه يلعب في الدرجه الاولى. نعم. ما يبقاش جاي اي كلام. يعني انت حضرتك شايف دلوقتي زي اوروبا يعني كل المدارس القويه في قطاعات الناشئين في اوروبا ان لاعب 99 ده لازم يكون بيلعب درجه اولى. لازم يكون بيلعب درجه وانا بختاره من ناديه يبقى لازم اجيبه للدرجه الاولى الاول بس ينزل ياخد له سنه ولا حاجه معانا ثم بعد كده يبقى يتاقلم على طبيعه اداء النادي الاهلي كيف تكون اخلاق النادي الاهلي كل طباع النادي. قصه ثانيه بقى نتكلم فيها. كويس؟ فعمليه الدعم دي مهمه جدا واتفقنا ان الدعم هيبدا من خلال اخر السنه بعد ما كل مدرب او مدير فني ومعاه اللجنه اللي هو بتشوف الماتشات ثم تيجي اخر السنه تقول لك عايز اللاعب فلان الفلاني مواليد كذا لعب قدامي في ماتش كذا مركزه كذا ويسيب خانه الايه التعاقد والفلوس والحاجات دي للجنه التعاقدات اللي موجوده. يعني اعتقد الكابتن عبد العزيز الشافي مسؤول على الحته دي هنقول له يا كابتن عبد العزيز فريق 2001 عايز خمس لعيبه اهم اسمائهم انديتهم مراكزهم. طيب عايز تقول مين الافضل فيهم اقول له عايزين الثلاثه دول الاول او الاثنين دول الاول. هنا بقى حضرتك يعني هاخد حضرتك لحته مهمه جدا. حضرتك كنت فتره من فترات في نفس المنصب في نادي المقاولين العرب وحضرتك نقيت محمد صلاح لا انه يتعمل له عقد يتعمل له عقد يتعمل له عقد
انا فاكر هو كان عامل عقد. نعم. بس كان عقد ضعيف. بالظبط كده. على فكره محمد صلاح يعني ال تعب فيه ناس كتير قوي. نعم. يعني اول كابتن ريهو تدخل بعد كده الكابتن رضوان، الكابتن سعيد الشيشيني، الكابتن حمدي روح، الكابتن عبد السميع، كابتن احمد سعيد، كابتن زيزي، كابتن كابتن ابو الدهب، حمزه الجمل، نعم. كابتن محمد رمضان لما كان مدير كره، نعم. ومحمد عامر، نعم. كل دول كل واحد ليه جزء، احنا برضو احد الاجزاء، نعم. لما جيت مسكت القطاع الناشئين وبعدين مسكت الكره كلها، فكان محمد صلاح، نعم. لعب خمس ماتشات فوق، فجه عايز يغير عقده، فغيرت له العقد بتاعه وكان معاه النني. نعم. بعد ما عملت له العقد جه النني قال لي طب هو انا عايز اغير زيه. نعم. قلت له انا موافق يا نني بس انت لعبت كام ماتش؟ قال لي لسه طالع. قلت له طيب العب عدد الماتشات اللي لعبها. يعني حتى حطيت عليهم قيود وهم يعني كمان طالعين والناس كلها بتتكلم عنهم بس حطيت لهم نفس الضوابط. نفس الضوابط. يعني بدايه الاحتراف كانت من عند كابتن عمرو بالمجد. يعني هو القبليه طيب انا مش عايز لا انا بتكلم في حته الاداريه يعني الحمد لله ان في يعني لعيب احنا عملنا يعني انت حضرتك عملت مع النني موضوع مهم جدا ان بالزبط. انت حطيت له هدف قلت له يا نني العب زيه وتعالى لي وانا هعمل لك عقد زيه لان الاثنين كانوا برضو موهوبين جدا وكان محمد صلاح ابتدى يشبك في الفريق الاول وابتدى يعني عارف انت اللعيب الكويس اللي بقى بتتحط في الاول ويبدي حاجات جميله ومهاريه وفنيه وبتاع بس لسه ما مرسيش في الفرقه. هل كنت تتوقع كابتن انه في يوم من الايام ممكن يبقى افضل لاعب في افريقيا؟ لا. لا ولكن العمليه جرت بسرعه جدا. اندهشت من جدا. اولا كنت عارف انه ممكن يروح النادي الاهلي مثلا. نعم. ويلعب هو أساسي. كان قريب جدا على فكره. ويلعب منتخب مصر واساسي. نعم. لكن عشان احنا ما عندناش تجارب قبل كده سابقه بهذا الشكل. فانا كنت متوقع ما كانش ان هو يلعب منتخب مصر ما كانش عندنا غير كابتن محمود الخطيب بس اللي خد كابتن محمود الخطيب اللي خد بطوله كجائزه افضل لاعب في افريقيا هو ده اللي كان المثل لينا كلنا لكن بالنسبه لمحمد صلاح عشان كان لسه صغير واحنا شايفين من خلال دايره ضيقه جدا كنت اتوقع اقصى حاجه يوصلها منتخب مصر لكن فاجئنا صلاح وصلاح مش لعبه بس اللي وصله ايه يا كابتن انت على فكره قلت مقدمه هايله جدا ان ثقافه اللاعب وقدرته على مثلا صلاح بيتكلم مثلا لغتين ازاي وفي فتره وجيزه اشتغل على نفسه كويس جدا صلاح شوف هو بيستلم الكاس شوف هو واقف الثقه والقوه شوف لما اتقال اسم محمد صلاح كاحسن لاعب في افريقيا فرق بينه وبين البنت اللي خدت احسن لاعب اللي عيطت وقعدت تعمل وبتاع مش قادره ما عندهاش التماسك اللي يتناسب بهذا الموقف شخصية كابتن فرق شخصيه نعم طب ازاي كابتن ناخد محمد صلاح لكل لاعبتنا الصغيرين سواء في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي ازاي ياخدوا صلاح نموذج انه اقدر اوصل كده هو عمل ايه عشان امشي زيه في لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي موهوبه ولكن الحته الثقافيه موجوده عند ناس وناس لا ممكن الناس اللي عدها دي ترتفع وتعلى الناس اللي لا عايز ارفعها ارفع الاول المدرب ارفع الاداري نعم ارفع الجهاز اللي بيحتك يعني بيه يعني هتاخد تسقيف للمنظومه كلها هي كده دي منظومه احترافيه مفيش حاجه اسمها لعيب ويجي مدرب ما بيعرفش يقرا ويكتب او هو بيكلمه يجي الولد يساله سؤال علمي ولا بتاع ما يعرفش في التدريب ما يعرفش يبرر له حاجه بطريقه غير علميه انت كده كابتن بتاخد الموضوع لان فعلا في اياكس في بايرن في المانيا في اسبانيا في لاماسيا برشلونه كله فعلا المدرب ما بيخشش الملعب الا وهو مؤهل ثقافيا وفنيا بالظبط كده ولذلك انا مع اللجنه يعني يمكن اتناقشت مع كابتن محمود الخطيب بيقول لي احنا عايزين ايه الهيكله ايه اللي عندك قلت له في زياده في العدد انا عندي زياده ليه؟ لان لما جيت لجنة الكرة السابقة قالت لي احنا عايزين نعمل دمج وحاجة قلت لهم ماشي فجيت عملت دمج وجيت نزلت على الطبيعة لقيت الدمج هيخسرني لعيبة كويسة جدا في لعيبة مش هتشترك يا خبر ابيض ولقيت أندية أخرى متعاقدة مع اللاعبين وعارفين إن أنا حاسبهم قلت لا مش هنكرر الموضوع القديم اللي كان فيه أنت عارف كهربا والنني هم سابوا النادي في حاجة زي كده فقلت لا أنا لسه ما بعرفش اللعيبة
احنا هنعمل السنه دي نمشي عادي بالفرق عادي، ويا كابتن محمود هجيب لك كل اللعيبه الموهوبه، وطلعت له اللعيبه الموهوبه في القطاع في الفرق 45 لاعب من كل فرقه بلون بمركز كل واحد، العدد 45. الالوان دي ما حضرتك من التسعينات، من ايام فرقه هادي خشب ووليد، بس حضرتك يعني نفس ان كل فئه عمريه بالظبط بلون، مين الموهوب؟ فحس ان هي اللي يبص ما يتوهش في المواليد. ده النادي الاهلي. نعم. الورقه دي مواهب النادي الاهلي. يا ريت يا ريت بس حضرتك تمسكها كده، بس الزملاء يعملوا عليها كلوز عشان تبان للجمهور، لان الورقه دي حلم اي ناشئ في مصر. يعني انا مش هقولك بس في النادي الاهلي، انك تبقى متبروز كده وانت موهوب في الورقه زي ديت حلم. يعني حسام غالي كان في الورقه زي دي. أيوة. احمد بلال كان في ورقه زي دي. عماد متعب كان في ورقه زي دي. أيوة. ودول نجوم مصر. فانا هقول لك على وشيتوس كل، وكابتن سيد عبد الحفيظ كان في ورقه. أيوة. زي دي كله كان. فدي مؤقته حتى، يعني دي بعد 5 أشهر. طب ممكن بعد 5 أشهر تاني يدخل ناس تانية. نعم. ممكن يخرج منهم ناس. كل سنة هنعمل هذه الورقة إلى أن نصل إلى الموهوبين الحقيقيين اللي يفرض نفسه. أنت النهاردة بتقول أنا موهوب، طب وريني كده في خلال سنة تعمل إيه؟ زي رمضان صبحي وأحمد حمدي. بالظبط كده. طيب إحنا معنا على الهاتف واحد من يعني الخبراء في مجال الناشئين، كابتن إمام محمدي. مساء الخير يا كابتن. كابتن إمام. بشكركم على المداخلة وبسلم على الدكتور عمرو أستاذي أهلا كابتن إمام. أستاذنا كلنا في قطاعات الناشئين في مصر طبعا. أهلا يا كابتن إمام، الله يسلمك. مجهود كبير كابتن يعني إمام قال بيه في إنبي الحقيقة. لا يؤتى ومالك في المدينة بقى يا دكتور عمرو. لا لا، أنت حاجة عظيمة يا كابتن إمام. لا لا لا. إحنا بنتشرف بقيمتك، وتعلمنا من كتبك، وتعلمنا من دراساتك. والنادي الأهلي وإحنا بنشوف حضرتك من أيام ما كنت ماسك 14 سنة في النادي الأهلي. جيل طاهر ابو زيد الموهوب وحاتم الكردي، ما ننساش كل الكلام ده، لان احنا نعرف تاريخ حضرتك من يعني ربنا يديك الصحه وطول العمر طبعا. وانت جبت فينا جول يا كابتن، فاكر؟ سلم عليك يعني. كابتن امام جاب جول. جاب جول، كنا بنلعب البطاريه. وكان الشبكه بتاعتنا نظيفه لمده مش عارف 22 ماتش. يا دكتور كنت جايب 153 جول، ما دخلش فيه جول. ما دخلش فيه جول. وجيت لعبت البطاريه. انا ليا الحظ ان اول واحد سجلت في النادي الاهلي يعني. كسبان 11-0، جه الكابتن امام يجيب فيا جول. بقى العيال سابوا الملعب ومركزين مع الكابتن امام ازاي جاب جول فيهم. كابتن امام لا كنت لعيب كويس يا كابتن امام جدا. وحتى الان واحد من الخبراء في قطاع الناشئين وقطاع نادي ام بي. الصراحه كابتن امام يعني بنشكر حضرتك على المستوى اللي فيه، وحجم المنافسه ده بيطور الاداء في الكره المصريه والمنتخبات. احنا طبعا يا كابتن محمد ماشيين على نهج النادي الاهلي، وما تنساش بلا نفاع ولا رياء ان قيادات النادي الاهلي والاجهزه المتواليه على نادي ام بي ناشئته، الكفاءات والكوادر في النادي الاهلي اضافت لينا كتير وتعلمنا منها، ومشينا على النهج العلمي وعلى انتقاء الناشئين. والحمد لله احنا في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بايعين لعيبه ناشئين بس بحوالي 89 مليون جنيه. رقم كبير. العمل وانت عارف ان الحركه الرياضيه بعد الثوره بقت صعبه شويه. نعم. فكونك انت تنافس او تجابه النادي الاهلي والزمالك والانديه القمه الكبار، مش معنى ان احنا بنحصد بطولات او بنقدم لعيبه، لكن احنا في التنافس بنتشرف بقيمه كبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه اللي تبعتنا، وبناخد من الامور دي للمستقبل ان شاء الله. كابتن امام، نادي ام بي الان عنده ناشئ وبيلعب درجه اولى، صلاح محسن واحد من اللعيبه الكويسه جدا. هل في لعيبه كتير داخل قطاع الناشئين نادي ام بي بنفس الامكانيات؟ والله يا محمد يعني انا عايز اقول لحضرتك الشرف لينا اذا كنا بنتباهى بشيء، فاحنا بنتباهى دايما في كل مرحله ان هي بتمثل منتخبات مصر سواء على مستوى الناشئين او الشباب او المنتخبات الوطنيه. احنا ممثلين جيدين في المنتخبات ده، مش اقل من 5 ل6 لعيبه في كل مرحله سنيه. نعم. ودي خدناها من 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 ان العمل لما بتضيف للمنتخبات الوطنيه هي دي القيمه الحقيقيه لاسم النادي وسمعه النادي، وبتيجي بعدها المحكات الاخرى بقى في تصعيد اللعيبه للدوري الممتاز. صلاح واحد من الولاد الواعدين، ومن سن 9 سنين وهو هداف
القطاع الناشئين في مراحله السنيه المختلفه، واضافه كبيره للمنتخب الاولمبي ومنتخب مصر الاول ان شاء الله في المستقبل. عندنا لعيبه عناصر كتير جدا في منتخب 99 مع الكابتن حماده صدقي، 6 لعيبه حاليا في المنتخب. عندنا في جيل 2000 اللي لم يوفق في الصعود لبطوله افريقيا كنا ممثلين بحوالي 6-7 لعيبه، لكن نظرا لل انت عارف عشان ما تبقاش في هلك كتير بدانا ندمج مرحلتين سنتين، وده انت بتشتغل على تارجت معين، مش هينفع تصرف على كل فريق في مرحله سنيه 30 لعيب، بتوصل لمرحله 16-17 سنه اللي هي مرحله تمعظم والسن بيبان، وبتختار اللعيبه اللي تكمل في المراحل السنيه دي. والحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته، وفي المنافسات حتى الاسبوع كنا ثاني او ثالث او رابع، مش ده الهدف، لكن زي ما انت حضرتك قلت يا محمد بتقدم لمنتخبات مصر، ولينا في حظ محمد صلاح القيمه الكبيره لينا كلنا كمصريين ان احنا نحاول نوصل لعيبه كده، فيهم من يوفق وبيطلع بره وللاسف ما بيعرفش يكمل. نتمنى، والدكتور عمرو من احدى خبراء الكبار لينا في مصر وفي في الرياضه في مصر، نقدر نحط محكات معينه للامور دي بحيث انها تمشي بشكل جيد في المستقبل ان شاء الله. كابتن امام، يعني صالح جمعه من افرازات قطاع الناشئين لنادي ام بي، احمد المحمدي بعد المحله دخل نادي ام بي، اذا نادي ام بي من الانديه اللي برضو عندها عيون كويسه في استقطاب اللاعبين، ازاي قدرت توصل للمستوى دوت في الاستقطاب؟ والله يعني حتى الفتره اللي تواجد فيها معانا الدكتور عمرو في 2008 2009 ضفنا لعيبه كتير، حوالي 13 لعيب لعبوا في الدوري الممتاز. وانا مش بذكر الدكتور عمرو، لكن ده لازم حق، يعني ما ينفعش انك تقول انت اللي بتعمل. جميل يا فندم. اشتغل مع جهاز متكامل، الدكتور عمرو علمنا حاجات كويسه كتير جدا واضاف للنادي، وانا كنت معاون جيد ليه، وده ما يقللش من اي حاجه لانك انت بتشتغل مع حاجه كبيره قوي قوي قوي. نعم. في مصر واسم كبير، احنا كنا شباب صغار مجرد ما اعتزلنا اتعلمنا من الكتب بتاعته هو والدكتور طه وابراهيم شعلان والكبار بتوعنا. ف يعني اذا ما كنتش تاخد من اللي قبلك ومن اللي اكبر منك وتستفيد يبقى انت ماشي في طريق خطا. لازم يبقى عندك استكشاف واستبيان للعيبه وتنبؤ بمستوى الاولاد الموهوبين دول، وبنعمل اختبارات معينه وتذاكر معينه وطريقه معينه لاستمراريتهم بالشكل اللي ليه باسم نادي ام بي كنادي ممثل لهيئه البترول، وده مكان مهم في الدوله بيطفي للكره المصريه وللمنتخبات لعيبه، ده اللي يهمنا. لكن مش فارق ان انا بقى بكسب اهلي او زمالك، مش دي الهدف، الهدف ان انت تعمل عمل جماعي، والحمد لله احنا ماشيين بخطى ثابته ونتمنى التوفيق لمصر فينا كلنا ان شاء الله باذن الله. كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي ام بي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا عندنا كلام كتير جدا وكلام مهم مع دكتور عمرو ابو المجد، ولكن بعد هذا الفصل اوعى تروح بعيد عشان نادي الاهلي حديد. واثق الخطوة يمشي ملكا، هذا هو لسان حال قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على مدار تاريخه، فدائما وأبدا كان قطاع الناشئين هو المغذي الأول للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، وشريك أساسي في بطولاته وإنجازاته وألقابه المحلية والقارية والعالمية. قطاع الناشئين اليوم يقوده قامة وقيمة كبيرة بحجم الدكتور عمرو أبو المجد الذي أحدث طفرة في القطاع على كافة مستوياته، لا سيما وأنها المرة الرابعة التي يتولى فيها المهمة، وتعد الفترة الراهنة هي الأفضل لأبو المجد والذي قام خلالها بالعديد من الإنجازات الناجحة والملموسة على أرض الواقع وفي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أشهر قليلة، حيث قام بإعادة تهيئة وتطوير ملاعب الناشئين والتي كانت أكبر مشاكل المواسم الماضية وسبب شكوى من كل المدربين بالقطاع، حتى أصبحت ملاعب القطاع حاليا تليق باسم وحجم القلعة الحمراء. كما قام أبو المجد بتطوير الاستراحة الخاصة بالناشئين وتقليل عدد اللاعبين داخل الاستراحة، فضلا عن تطوير المطعم الخاص بقطاع الناشئين، بالإضافة لإعادة تنظيم العمل الإداري داخل قطاع الناشئين.
واتبع أبو المجد وكتيبة المدربين والإداريين معه سياسة تصعيد المواهب والعناصر المميزة في بعض الفرق للعب مع الفرق الأكبر سنا، حيث نجد لاعبين مواليد 2001 تم تصعيدهم لفرق مواليد 99 و97، كما تم تصعيد لاعبين للعب مع الفريق الأول. منح أبو المجد عناية خاصة بالرعاية الصحية والطبية للاعبين داخل قطاع الناشئين والذين يمثلون القلعة الحمراء، وأسفر الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه النادي خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ إعادة الأمور لنصابها الطبيعي بتربع الأسطورة محمود الخطيب على رئاسة النادي العديد من الإنجازات خصوصا في قطاع الناشئين، حيث استلهم لاعب القطاع روح الفوز والانتصارات، وتربعت فرق النادي على عرش 4 بطولات من إجمالي 7 بطولات للناشئين، وهي فرق مواليد 2004 و2002 و2001 و2000. لم يكتفي أبو المجد ومساعديه بهذا الأمر فقط، فبدأ في عمل دورات تثقيفية أسبوعية للمدربين داخل قطاع الناشئين وزرع قيم ومبادئ النادي في الناشئين كي يكبروا على حب الأهلي والانتماء إليه. كابتن عمرو، اللي احنا شفناه في التقرير دوت واللي انا لمسه من كلام حضرتك ومن الفكر ومن الورق والحاجات اللي بشوفها وغير الحاجات اللي انا شفتها على الطبيعه في التقرير واللي انا شفناها في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، حضرتك بتحاول تطبق المدرسه الاوروبيه بالحذافير داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. هو الحقيقه احنا ما بنحاولش نقلد حد، احنا دايما النادي الاهلي سباق وبيعمل الحاجه والباقي هم اللي بيقلدوه، ولذلك يمكن الفكرة ديت ان احنا طلعنا احسن موهوبين في الفرق، طلعوا 45 موهوب، وطلعنا افضل موهوبين في مدرسة الكورة اللي هي من مواليد 2005 حتى 2011، وكل لون بسن معين وعدد اللعيبة ومراكز. عندي 45 داخل القطاع و33 في المدرسه، في المدرسه بالظبط، واللي موجودين في المدرسه الخطوه اللي بعديها القطاع ما يخش في القطاع، يعني ده بيدعم ده بالظبط كده. دول ليهم برنامج ودول ليهم برنامج. البرنامج اللي هيتعمل ليه بالنسبه لل 45 واحد هنعمل حاجه اسمها التدريب الفردي التخصصي. نعم. وده يعني كره القدم بالذات بتلاقي اللعيب عنده مشاكل، عنده ميزه عايز يزودها، عنده حاجة في التكنيك. ولذلك التكنيك هو الأداء الحركي مع الكورة. تكنيك يعني مثلا بمهارة معينة بيستلمها ازاي، بيبصها ازاي. الأول لازم نختار جهاز كفء للتدريب الفردي. يعني داخل الجهاز هيبقى في جهاز اسمه جهاز التدريب الفردي من 3 لـ4 مدربين أكفاء عندهم من الخبرة واللعب والأداء وزي ما قلت لك أنا هعمل معايير عشان أختار بيها الكلام ده، وهنيجي لقصة المعايير دي. هنيجي عندها في الآخر موضوع معايير اختيار المدربين. بالظبط كده. نعم. لما حاجة أختار الجهاز 3-4 للفرق و3-4 للمدرسة. نعم. اللعيب بيتمرن مع فرقته. الفرقة 30 واحد. هيجي بقى جهاز التدريب الفردي هياخد الست لعيبه الموهوبه في مثلا 2001 والخمس لعيبه في 2002 والسبع لغايه ال 45، هيعمل لهم برنامج مجموعات متناسقه الاول. نعم. المجموعات يعني مثلا اللي ما بيلعبش بدماغه هم دول، اللي في يعني الديفنس هم دول. خلينا نقول بس للمشاهدين عشان يفهموا موضوع التخصص، يعني التخصص ده احنا نفهمه كمدربين، لكن الناس المشاهدين لازم يعني مثلا لعيب بيلعب رجليه الشمال اغلب الوقت رجلي اليمين ضعيفه جدا ما بستخدمهاش، يبقى برنامج لتصليح القدم العكسيه. القدم العكسيه. بالنسبه مثلا للعيب قصير القامه ما بيلعبش بدماغه او طويل وما تعودش عليها، يبقى فكره حته الوثب دي مش بالطول ولا القصر. انت تروح تاخد مكان الاول حتى لو لعيب طويل جدا وعملت المبدا التكتيكي المظبوط، حجزت وبتاع، هتاخد الكوره. نعم. وبالنسبه للعيب بقى اللي هو بيلعب بدماغه كراس حرب عايز يجيب بيها جوان، كويس، اخد انهي مكان واخد الحاجات اللي هي الفينش على الجون. ده مش كده وبس، ده في حاجه اسمها التدريب الفردي التكميلي. انت زي الكابتن مثلا علي ابو جريشه. نعم. بيجيب بدماغه، طب اقصى حاجه بينط لها كام؟ نعم.
ارتفاع متر و70 سنتي. نعم. اذا الكره اللي هتيجي متر و71 سنتي هيبقى فيها مشكله. مشكله. 72 سنتي مشكله اكتر. نعم. يبقى التدريب الارتقائي ان انا ازود له الارتقاء بتاعه من متر 70 لمتر 72. يعني تحكي لحضرتك كمان بتتكلم بارقام. طبعا. اتكلمت بارقام يبقى انا كده بتكلم على اوروبا، بتكلم على نتيجه هاخدها في اخر الموضوع. تمام. يبقى انا دخله اشوف عضلات الوزن ايه، السمانه، الفخذ الاماميه، الاليتين، البتاع، انا مهم له تدريب فردي. خش جوه تشريح العضله كمان. تمام. مش بس ان انا بشوف اصل معلش يا كابتن للاسف يعني احنا هنا في مصر بناخد كل حاجه بالسهوله، يعني انا بشوف الولد دوت ده بينط عالي بالرغم طب انت قست. لا هو منظره بينط عالي، فانت حضرتك بتتكلمني بقى في قياسات بالورقه او القلم وبالتفصيل. وبرنامج المفروض بعد 6 اشهر تخليه ال 2 سم دول، انا عايز 2 سم. وقيس له ال 2 سم. جابهم تبقى انت مدرب كف، تبقى انت عالمي. اذا كل الكور اللي جايه فوق ال 170 هو نافذ وجايبها جول، اديته ميزه ولا ما اديتلوش؟ بالظبط. وبالنسبه لو عندي موهبه قويه جدا بس عنده مشاكل بدنيه مثلا في القوه العضليه او في القوه البدنيه، ان يعني مثلا الاحمال ما بيستحملش ان هو مثلا يلعب حاجه معينه. نعم. سرعه مميزه بسرعه، يبقى في انا جبت واحد متخصص في تخطيط الاحمال. نعم. موجود ده استاذ في كليه التربيه الرياضيه ورئيس قسم في التربيه الرياضيه، وقاعد نايم شارب بيبات في النادي. نعم. بياخد بعض اللعيبه الفرديه، اسمه الدكتور الدكروري. نعم. ده راجل عظيم جدا وكان بطل العاب قوى في النادي الاهلي كمان. نعم. يعني عنده البرامج خبره رياضيه جميله يعني. طبعا بطل العاب قوى، بطل. نعم. بطل عشاري كمان. نعم. وما شاء الله جسمه وجبته 10 على 10 وتشوفه مشرف يعني. وجبت الكابتن سعيد بدوي مثلا يمسك الاستراحه. سعيد بدوي يعني ظبط الاستراحه مع الجهاز اللي موجود، وفي ناس استغنينا عنهم ما كانوش برضو بالكفاءه العاليه، لكن محتاجه الكلام ده برضو لتعديل في العناصر وتعديل في المستويات والمسؤوليات العام القادم ان شاء الله. فاصبح دلوقتي الجيم كمان يستخدم الصبح والظهر وبالليل، وتدريب فردي وبتوع الاستراحه دول الكنز بتوعك، لان الاستراحه دي خرجت مين؟ عماد متعب، وخرجت حسام غالي، حسام غالي واسامه حسني، وكل العناصر. طب اذا الخميره بتاعتك هنا، فدول قاعد اتمرن الصبح، طب بعد الظهر تعالى يا دكتور دكرور فلان الفلان ده تدريب فردي، ده تدريب فردي، بس بشكل مش منظم 100% زي ما انا عايز اعمله بقى السنه الجايه. نعم. بوجود جهاز فني وموجود الراجل البدني وفي ملف ده بعد كده اهو. نمره 2، قياسات خاصة للموهوبين دول. ده قياسات بقى تخش القياسات البدنية، القياسات المهارية، القياسات يعني الخططية، التحاليل. هقول لحضرتك مثلا أنا كابتن حسام بدري وجيت لقيت لعيب عند حضرتك موهوب جدا شفته في فجيت عند حضرتك قلت أنا عايز معلومات عن اللعيب، فأنا في ملف هيتعمل على الكمبيوتر في كل بيانات اللعيب دوت والقدم المفضلة إيه وكل حاجة بالنسبة له زي أوروبا. كل شيء. أنا كده اتنقلت. يا سلام لو اللعيب من المدرسة يطلع معاه من عنده 8 سنين لغاية 20 سنة، 12 سنة ملاحظة كل سنة. كل سنة فيها ملف، يبقى 12 ملف، ال 12 ملف بيتجمعوا في ملف واحد، بيجي اللعيب ده يتباع بكذا، قبل ما هيدفع يقول لك فين ملف اللعيب ده لازم يتابعه في الفترة اللي فاتت، اتفضل. ده في سنة كذا كان عنده مرض كذا وتعالج منه، ده في سنة كذا كان عنده. اللي أنا عايز أقوله للناس إن نفس الشيء ده بيحدث في أكبر الأندية الأوروبية. يعني اللعيبة الكبار، أنا مش عايز أدي مثال اللي هتقوله ده بعيد قوي، بيحدث معاه نفس الشيء. إذا كان ميسي، إذا أنا هجيب برشلونة، برشلونة لمسية رقم واحد هي وأيكس. أيكس 10 على 10. رقم واحد، فاللعيبة اللي بيتم انتقائهم وبيخشوا في هذا البرنامج ده، فانت مثلا فرقه كبيره او الجهاز الفني للفريق الاول عايز اي حاجه عن اللعيب بيخش على البيانات بيجيب له كل حاجه عايزها. ثم بعد كده تحليل فني لكل لاعب الموهوب ده، كل ماتش بيلعبه بتاخد له منه لقطات، بتعمل له سي دي هاية، السنه دي سي دي هاية كامله، السنه الجايه السنه الجايه، عايز اللي جاي ده ولد تحت الفراوده عايز يشوف بيشوط ولا ما بيشوطش، يشوفه من الاول. لا ده ما بيشوطش قوي. تطور بتاعه ماشي ازاي؟ الله ده هنا شاط، الله ده ما بيشوطش برجله الشمال في ثالث، الله ده شاط برجله الشمال، ده نتيجه جهاز بقى الايه؟ التدريب الخاص، التدريب الفردي، صلح له العيب ده، الله ده عنده عيب السنه دي، السنه اللي بعدها صلح العيب،
كل الحاجات دي بتترابط مع اللاعب في الاخر بتاخد لاعب متكامل فرز باين أول. كل الشغل اللي اتعمل في السيزون فرز اول فرز اول. فاحنا هنبدا بكل واحد في فرقته، اللي بقى 9 سنين هياخد له 10 سنين، اللي بقى 15 سنه هياخد له 5 سنين، اللي 17 سنه هياخد 3 سنين. عايز اقول لحضرتك حاجه، ما تنتظم المنظومه. النادي الاهلي كده سبق حتى اتحاد الكره في هذا الشان. لا اتحاد الكره ما فيش الكلام يعني في موضوع القياسات. اصل برضه يا كابتن سر تقدم كره القدم بره انها اصبحت علم زي ما حضرتك بتقدمها. لو بعدت عن العلم مش هتاخدها، هتاخدها عشوائيه. وبره يقول لك نمبرز نيفر لايز، او الارقام لا تكذب. فانت حضرتك بتكلمني بالارقام، يبقى اذا انت بتكلمني في حقائق. بالظبط كده. ما بتكلمنيش يعني مثلا محمد صلاح، احنا بنجيب محمد صلاح خلاص احسن لعيب في افريقيا. على فكره كابتن محمود خطيب هيعمل تكريم خاص لمحمد صلاح. اه سمعت حاجه جميله حصوله على افضل. لا لما تبقى من رئيس نادي الاهلي وتبقى راجل كسبان البطوله دي قبل كده جائزة. ويكرم نفس اللاعب، دي حاجه عاليه جدا وحاجه راقيه جدا يعني. نعم فالارقام ما بتكذبش. ليه صلاح افضل لعيب؟ ده حقق جاب كم هدف مع فريق ليفربول، كم هدف مع فريق روما، كذا كذا، مشاركاته كذا، بيطلع لك في الاخر نتاج اللي انت بتشوفه على الشاشه. فكده حضرتك بتعمل نفس الموضوع بالنسبه لكل موهبه من ال 45 وال 33، كل حاجه ماشيه بالورقه والقلم وبالارقام. اكمل لك بقى. الفايل خاص بكل لاعب، اجهزه تدريب وادوات خاصه بالتدريب الفردي. يعني مثلا عايز يتعلم ولد صغير ضرب الكره بالراس، لازم اجيب له جهاز الكره المعلقه، من الثبات ثم من الحركه ثم من الجري، اعلي له البتاع من الوزن. هنا بقى بتقاس الوزن. انت اقصى حاجه بتوصبها كام من دي؟ لان الجهاز معمول على مقاس معين، فانت بتاع الرقم 100 سنتي. لا ده الواد ده بيلعب بدماغه كويس جدا. لا انا عايزه 105، تجيبه لي 105 امتى؟ يقول لك 6 اشهر او سنه. خلاص ماشي. بعد 3 اشهر ها زاد 2، تتابعه برضه عشان ما تستناش في الاخر. انت كده كمان يا كابتن ابتديت تحط حاجه تراقب بيها على المدرب نفسه او على المختص. مش هقول المدرب، هقول المختص. اللي احنا بنعمله ده هو ده اللي هيوصل اللعيب. التدريب الجماعي ما كله بيتمرن تدريب جماعي، مش موضوع فهلوه وبالعيب. اللعيب اللي اتثروه ده صغار، اللي انا اكتشفته ده ما يتمرنش زي التاني. ايضا في الاحتكاك، الاولاد دول احنا عملناهم، هنعمل لهم منتخبات كل عمرين مع بعض، كل عمرين مع بعض. المنتخبات دي هتشارك بقى منتخبات النادي، يعني 5 منتخبات. 5 منتخبات دول بقى هيشاركوا في مباريات، في سفريات. يعني احنا جايين لها سفريه دبي، سفريتين دبي لفريق 2005 وفريق 2002. نعم واخد بالك. 2005 هياخد من السن الاصغر شويه معاه، يعني ممكن ياخد من 2004. طيب احنا معنا على الهاتف كابتن ياسر رجب المدير الفني لفريق 2004 بقطاع ناشئين النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فاروق، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. تحياتي يا دكتور. الله يخليك. دكتور عمرو ابو المجد معانا. اهلا بيك طبعا. اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا يا كابتن ياسر، ازيك؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيب. طيب احنا بنتكلم النهارده عن تطوير القطاع الناشئين في النادي الاهلي، المواهب. دكتور عمرو ابو المجد، فاجئنا النهارده ان في 45 موهبه داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. حضرتك اكيد اتفرجت معانا على لقاء النادي الاهلي والبلاستيك، وشفنا نتاج بقى فرز القطاع الناشئين في النادي الاهلي، اللعيبه اللي شاركت. برضه عايزين نعرف اكتر عن فريق 2004 داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه طبعا وجود الدكتور عمرو ده اضافه كبيره جدا لقطاع الناشئين. طبعا يمكن انا كان ليا الحظ ان هو كان رئيس قطاع نيشان، انا كنت لعيب في النادي الاهلي من فتره اكثر من 25 سنه تقريبا. نعم. هو طبعا خبراته كبيره جدا في الجزئيه دي. يمكن لو هتكلم على فرقه 2004، فرقه 2004 كان يمكن هي من ضمن الفرق اللي محطوطه من ضمن الفرق اللي هتعمل لها دمج. وكان اتعمل لجنه للدكتور عمرو وكابتن خالد وكابتن محمود صالح، وبصوا على الولاد لقوا ان فعلا الفرقه دي فرقه من الفرق المميزه، وخدوا قرار ساعتها ان الفرقه دي تفك الدمج بتاعها. وكان ليا الشرف ان انا اكون ضمن ترشيحاتهم ان انا امسك الفرقه دي. الفرقه دي يمكن اول سنه ليا يلعبوا على ملعب كبير، كانوا بيلعبوا ملعب صغيره بدون البراعم. السنه دي ابتدوا الملعب يلعبوا على ابعاد الملعب كله، فطبعا كان ليهم
شغل معين، ليهم اسلوب شغل معين. قدمت برنامج للمسؤولين والحمد لله هم بيتابعوني اول باول، والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. الفرقه ما شاء الله. انت كابتن ياسر 2004 بيلعبوا 9 ب 9 دلوقتي صح؟ لا 11 خلاص يعني دخلت في ال 11 ما شاء الله يعني دلوقتي انت متصدر وعامل مشاهد كويسه جدا، وعندك كمان سن من السنين اللي فيها طفره في يعني شغل كبير جدا ومهم جدا من ناحيه كمان البدنيه يعني. ايوه بالظبط بالظبط. وبعدين داخل كمان مرحله بالظبط داخل كمان مرحله نمو كمان في السن ده برضه، يعني في معايير للتدريب وفي يعني اسلوب معين للتدريب للولاد. انا يعني برضو حتى القوه والسرعه التحملات الحاجات دي كلها معموله بحساب، وطبعا بقدم برنامج بالكلام ده كله بيتم المتابعه فيه. لو في اي حاجه مش مظبوطه بنتناقش فيها، لو الامور ماشيه كويس بنلاقي يعني تشجيع لينا بان احنا نستمر بنفس الاسلوب. الحمد لله والله الامور ماشيه بشكل كويس جدا، والولاد ما شاء الله بيستفيدوا، والولاد ما شاء الله بيأدوا بشكل كويس. ويمكن الكل بيشهد بفرقه 2004 السنه دي اول سنه بيلعبوا على الملعب كبير، والشكل ده باين بشكل كويس الحمد لله. طبعا بالنسبه لمتابعه الدكتور طب كابتن ياسر يعني برضو دي اصلها مرحله مهمه جدا، ان انا ابتدي ادخل الناشئ انه يلعب 11 على 11 ويبتدي يحفظ. يعني برضو مشكله الناشئين احساس المساحه، فلما تحسسهم في المساحه ده موضوع صعب جدا في فرقتك، يعني ربنا يكون في عونك. ده ياسر على الشغل حلو قوي. بالظبط بالظبط. احنا طبعا قسمنا مراحل الشغل بتاعتنا لمراحل، بحيث ان احنا نبدا لتاهيل الولاد سنه احنا ازاي نطلع الولد من مرحله انه يلعب في مساحات صغيره لمساحه اكبر. ابتدينا نعرف الولد ازاي يقف في المكان بتاعه بشكل كويس، ازاي يعمل مسانده لزميله في مساحه مضبوطه، ازاي يبقى امتى يهاجم، امتى يدافع، امتى يرحل، امتى يضغط. الموضوع ده طبعا اشتغلناه على مراحل بحيث ان الولد ما تحصلش عنده دروبات شويه، ان هو يتفاجئ ان هو بعد ما كان بيشتغل في مساحات صغيره ابتدى مساحات عشان ما يتوهش بالمعنى ما يتوهش في الملعب. بالظبط بالظبط. فدي كانت تفرق جدا، فكنا حذرين جدا. وانا يمكن الحمد لله فضل الله، يمكن انا برضه اشتغلت مع المرحله دي قبل كده، سواء مع فرقه 99 الكلام ده من 4 سنين، وبرضه مع فرقه 98 حوالي 6 سنين يعني. ويمكن ده من ضمن الاسباب اللي كان خلى الدكتور عمرو يمسكني برضه المرحله دي، ان انا برضه مسكت السنه ده قبل كده والحمد لله يعني كان الناتج كويس، وفي متابعه دايما منهم بصراحه وفي توجيهات، والحمد لله الفرقه ماشيه بشكل كويس جدا. طب كابتن ياسر عايزين نعرف ابرز المواهب اللي موجوده عندك في الفريق. والله يعني بالنسبه من اكثر الفرق فيها مواهب. نعم. 9 مواهب. 9 مواهب. يمكن انا اقول لك في عمر عماد بكرايت، في يوسف خليل سردباك، في الباك ليفت 2 بجاد عادل ورأفت خليل، وفي نص الملعب علي امين، وفي ناحيه الشمال يوسف جبر، وفي طه صلاح ومحمد اسامه، وفي الفيرود اسمه ايه يا ياسر؟ عبد الرحمن. وفي لعيبه قريبه ناس كويسه يعني. نعم. دول حاجه مؤقته. نعم. ممكن بعد شهر شهرين يبقى في يقول حد لي ياسر ده في ناس هنا كذا، ممكن اضيف كذا يعني. بقيه اللعيبه اللي هي ما سمعتش اساميها لعيبه كويسه جدا تتألق وتشارك، هتخش في هتخش في على طول سواء دول او في الفرق. نعم. واخد بالك؟ ويمكن من اكثر الفرق اللي فيها مواهب فرقه ياسر، لان ياسر من المدربين المميزين الفاهم جدا لمراحل النمو في السن ده وكيفيه التعامل مع هؤلاء اللاعبين سواء في الملعب او خارج الملعب. نعم. يعني تربويا دي تهمني جدا. حته التعامل وحته المدرب في هذه الفتره يا دكتور عمرو بيبقى اب 50%. نعم. يعني الكوره دي ما تزيدش عن 50%، لكن ما حول الكوره ال 50% لازم هو الاول يبقى عنده. لو ما عندوش يبقى فقط 50%، يبقى عندك لعيبه نجوم وبتخسر، لعيبه ونجوم و10 على 10 ما بتلعبش كوره جماعيه. لعيبه مش ما بتسمعش كلام، ما بتأديش، يبقى انت خسرت كل حاجه. نعم. فلازم اللاعب المدرب المتكامل. كابتن ياسر برضه كلام حضرتك مع فرقتك ناس يعني امل النادي الاهلي، ازاي بتدي لهم اخلاق النادي الاهلي وبتوصل لهم ان النادي الاهلي مختلف ودائما وابدا بيلعب على المركز الاول؟ والله الجزئيه دي يا كابتن محمد مهمه جدا، وحته ان انت جزئيه ان انت تثقف الولد دي نقطه مهمه جدا. انت بتعاني في السن ده
ان برضو اولياء الامور قريبه جدا من الولاد. ده حقيقي. وممكن ولي الامر يضغط على الولد وممكن يمشي الولد في اتجاه عكس الاتجاه اللي انت عايز تمشي فيه. انا هسهل عليك يا كابتن ياسر، كل ولي امر فاكر ان ابنه ميسي. بالظبط كده. بالظبط بالظبط، هو فعلا في الولاد كويسين يا كابتن محمد، يعني هم الولد كويس، بس لما بيلاقي ضغط ولي امره عليه ممكن بيوديه في اتجاه ثاني غير اللي انت ماشي مع الولد فيه، وبتدي في الاخر نتيجه سلبيه. ويمكن من ضمن الحاجات اللي كويسه ان احنا عملنا اجتماع برضه في الجزئيه دي في اول السنه مع اولياء الامور، وشرحنا الاستراتيجيه بتاعتنا وشرحنا الاسلوب بتاعنا احنا هنشتغل ازاي مع الولاد، وطلبنا من اولياء الامور ان هم قدر المستطاع يبعدوا عن الولاد خالص ويسيبوا الولاد، لان المرحله اللي جايه دي مرحله مهمه جدا ومفترق طرق بالنسبه للولد، ان هو بيشتغل من مساحه صغيره لمساحه كبيره، الولد مراحل النمو عنده بتتغير، في متغيرات بتحصل في جسمه في شخصيته في تكوينه الجسماني في حاجات كتير جدا، كل الكلام ده مطلوب مننا ان احنا نشتغل عليه بشكل كويس، فمش عايزين ولي الامر يخرج الولد او يبعده عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. ويمكن الاجتماع يعني اثر بنتيجه كويسه، ويمكن اولياء الامور بشكل كبير جدا برضه مساعدين في الجزئيه دي، يمكن تفهموا كان الدكتور عمرو موجود وكابتن محمود صالح وكابتن خالد رضا الله وكابتن تابر، الجهاز القطاع كله تقريبا كان موجودين وحضروا الاجتماع ده، وكان الاجتماع ده مهم جدا وكان نتيجته ايجابيه. فهي الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي كانت مهمه جدا، يعني انا الولد انا بتكلم معاه كاب، ساعات بندله كاخ، وممكن انزل كمان لمرحله ان انا احسسه ان انا من سنه. ليه؟ لان انا عايز الولد اول حاجه ياخد الثقه فيا، ثاني حاجه ان هو يحبني ويكون عنده قناعه ان انا خايف عليه وعايز مصلحته. فكل ده طبعا بيحتاج منك مجهود كبير جدا، وبيحتاج منك تفكير وتركيز، وازاي تتعامل مع الولد وازاي توصل له اللي انت عايزه بشكل كويس عشان الولد يقدر يستقبل ده ويبدا يزيد معاك. بالتاكيد طبعا الولاد كلهم مش نفس المستوى كابتن محمد، يعني اكيد في تفاوت. وبعدين برضو انت لسه في مرحله ممكن دلوقتي لعيب يبقى بعيد شويه ولكن يحصل له الطفره يقرب بشكل كبير ويحصل له تطور، ممكن يلعب دلوقتي مثلا باك وقدام يلعب نص ملعب قدام يلعب راس حربه صريح، ف يعني في تطورات انت ما عندكش حاجه يعني ملزمه يعني. بالظبط بالظبط، الله ينور حضرتك، وده فعلا بالظبط، وده فعلا حصل وحصل مع بعض الولاد، يعني في ولاد يمكن السنه اللي فاتت كانوا بيلعبوا بشكل كبير جدا، لما مساحات الملعب زادت شويه ولما مراحل النمو عندهم عطلتهم شويه في سنه البطء في سنه التوافقات في السرعات الحاجات دي، فمش معنى كده ان الولد ده مش كويس، لكن هي المرحله دي هي فارقه مع الولد شويه، لكن ممكن قدام شويه الامور تتغير مع الولد والولد يبدا ياخد فرصته تاني ويبدا يشتغل تاني والامور تمشي دي القياسات اللي انتوا عاملينها وكل الامور صراحه ماشيه بالشكل ده. كل حاجه معموله بقياسات، يعني هي كل حاجه دلوقتي معموله بقياسات، ما فيش حاجه احنا مش شغالين شغل ارتجالي، كل حاجه بنعملها بقياسات وبتتراجع وبنتناقش فيها وبنتابع فيها، الامور ماشيه بشكل كويس قوي الحمد لله، والامور ماشيه بشكل علمي والحمد لله جايبه نتائج كويسه سواء كان على مستوى الولاد او مستوى الفرق بشكل عام، فربنا يكرم ان شاء الله والامور باذن الله طيب. وكملوا كده في التصدر وتكمل بقى ان انت تطلع لنا اجيال تمثل النادي الاهلي في الفريق الاول وتبقى نجوم للكره المصريه. كابتن ياسر رجب المدير الفني لفريق 2004 بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور عام هرجع تاني في موضوع قبل بس ما نسال السؤال. اقول لك في حته هنا جميله جدا لما بنحط التخطيط دوت عارف الموهوبين بتقدر توجه لبعض المراكز من السن الصغير اللي هي فاضيه او قليله، يعني المركز ده الوينج الشمال في كام واحد؟ اثنين. هنا في كام؟ سته. من السن الصغير ابدا اشوف اكتر واحد هنا ممكن يمشي في الحته عشان نطوره لقدام، وبقى كده عندي المراكز اللي فيها نقص ابتدي ادعمها من الاخر، بدل ما اجي الست اخد منهم اثنين والباقي يمشي ودول ما يكملوش اروح مشتري في الحته دي. هو ده التفكير، هو ده التفكير الصح والترتيب الصح. طيب دكتور عمرو للاسف احنا وقتنا بيجري، ولكن برضو عايز حابب اسال حضرتك سريعا، النادي الاهلي هيواجه نادي الزمالك قمة الكرة المصرية، على الرغم من نادي الزمالك مجلس ادارته اقال المدرب الاجنبي نبوشة، مدرب وطني كابتن نبيل محمود، والنادي الاهلي يعني في طريقه ان هو ان شاء الله يتصدر الدوري، كيف ترى هذا اللقاء؟ والله انا شايف ان هذا اللقاء يعني هو مش لقاء كورة بالدرجة الاولى، ولكن لقاء
التعامل مع الموقف اللي موجود. نعم. النادي الأهلي ليه هدف واحد وهو الفوز بالثلاث نقاط لكي يتصدر. أنا أشتغل على هذا الهدف ولعبت. أنا متأكد أن حسام البدري شددهم وكف سيده كل الناس شدهم شدة كبيرة جدا، لأن موقف أن مدرب يسيب ممكن يؤدي إلى استهتار فريق النادي الأهلي. لا، أنا مش عايز استهتار، ده بالعكس، ده أنا عايز تركيز وعايز قوة وعايز أنزل وأنا مركز جدا جدا. أنا بلعب نادي الزمالك وأخذ من العبر القديمة اللي الفرقة الأوحش هي اللي كانت بتكسب. طبعا هو اتغير دلوقتي لكن برضو مهملش النقطة ديت. نمرة اتنين، أكيد الحتة المعنوية والحتة الدافعية لفريق نادي الزمالك هتديهم قوة وعايز يلعب وعايز يكسب وعايز يخرج من اللي هو فيه، مش هيخرج فيه إلا إذا كسب النادي الأهلي وهي دي بطولة خاصة وبتاع. فلازم النادي الأهلي يعرف هذا الكلام. لو جينا حسبناها نظريا على الورق هنلاقي النادي الأهلي عنده الإمكانيات الأكثر، عنده اللعيبة الأفضل سواء على المستوى الجماعي سواء على المستوى الفردي، عنده دكة كويسة جدا، معنوياته عالية جدا، ليه هدف كبير جدا بيلعب فيه، إذا بيلعب عليه. إذا لو نظريا أقول لك النادي الأهلي هيكسب هذه المباراة وإن شاء الله هننفرد بقمة صدارة الدوري. ده لقاء الأهلي والزمالك الدور الثاني، انتهى نفس نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل لا شيء. كان مؤمن زكريا ولاعب جونيور أجاييه، جونيور أجاييه واحد من نجوم الجمال اللي وليد سليمان ومؤمن زكريا، وده أجاييه واحد من النجوم اللي بتصنع الفارق داخل النادي الأهلي. هل دكتور عمرو هل تتوقع مشاركة أحمد حمدي في هذا اللقاء بعد تألقه في الفترة الماضية؟ والله أنا اللي هيحكم عليه حتى كبديل كابتن حسام. نعم. لكن كبديل نعم. كبديل باللي عمله في الفترة الأخيرة. طب قبل ما أختم مع حضرتك، هتوعدنا بكم ناشئ مميز في السنة الجاية؟ السنة الجاية؟ نعم، الموسم القادم هنلاقي كم ناشئ في بص هو السنة الجاية هيكون لسه ما نفذناش التخطيط دوت. احنا بقول لك رتبنا البيت ونظمنا وبتاع، ولذلك هيوصل بس كم معرفش. نعم. لكن ممكن السنة اللي بعدها هقول لك في كم واحد ان شاء الله هيوصل. طيب احنا اكيد لنا حلقات تانية نكمل فيها بقى كيفيه اعداد المدربين والكلام ده والمدربين واختيارهم ودي قصه لكن الكلام مع حضرتك يعني الصراحه الواحد ما بيشبعش منه. دكتور عمرو ابو الاجيال وواحد من الناس اللي دايما بنتعلم منها، شرفتنا وقتنا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، ميرسي جدا. ده كان لقائنا مع حضراتكم دائما وابدا. قناه النادي الاهلي هي بيت النادي الاهلي، بنشرح فيه وبنعرف فيه كل ما يخص النادي الاهلي. النهارده كان حلقه جميله جدا عن الناشئين، مره ثانيه بنقول مبروك لمحمد صلاح. غدا مستمرين مع حضراتكم وبرامج على اعلى مستوى جوه قناه النادي الاهلي، واوعى تروحوا بعيد، النادي الاهلي حديث.